بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. قبل ما اتكلم مع حضراتكم في اي حاجه، هو سؤال: ليه دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول دايما انتظروا الاعلان الرسمي لاي شيء، سواء تيشرتات، سواء لعيبه جديده، سواء لاعبين، قرارات جديده؟ ليه دايما بنقول لحضراتكم استنوا القرار الرسمي؟ لان دائما او حتى يكون القرار رسمي يجب ان يكون هناك اعلان على منصتين تحديدا، الصفحه الرسميه للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، والموقع الرسمي للنادي الاهلي يعني وقناه النادي الاهلي. طيب لو في حد ثالث قال ان يقول زي ما يقول، واللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن طالما لم يتم الإعلان رسميا على الموقع الرسمي للنادي الأهلي وعلى أو على قناة النادي الأهلي، يبقى الموضوع لم يصبح رسميا بعد. طب أو كأنك ما سمعتش حاجة يعني. طب يا عم إسلام أنت بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأنه خلال اليومين اللي فاتوا أنا هتكلم تحديدا على تيشيرت النادي الأهلي. يوم 1 أكتوبر انتهى عقد النادي الأهلي مع الشركة القديمة، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن وجود شركة جديدة، صح؟ طيب حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن وجود شركة جديدة للنادي الأهلي. هل ده معناه أن ما فيش شركة؟ في شركة وفي تفاوض وفي أمور كثيرة جدا 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 حضراتكم هتعرفوها عندما يتم الإعلان الرسمي. طب أنا طالع بقول الكلام ده ليه؟ طالع بقول الكلام ده لأنه هناك بعض الصور اللي سربت، أو هي إذا كانت صحيحة أو خاطئة، هي موجودة على السوشيال ميديا. هذه الصور موجودة على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ومعظم جمهور النادي الأهلي أبدى عدم رضاه على هذا الشكل. طب هل حضرتك عارف إن هل ده بالفعل هو الشكل اللي تم اختياره من قبل النادي الأهلي؟ هل ده بالفعل، لو هو ده الشكل، هل النادي الأهلي وافق على شكل شعار جديد أو شكل حاجة جديدة؟ هناك أمور كثيرة جدا بتبقى دايما في إطار التفاوض، في إطار الكلام. أنا أدي لك شكل تيشيرت أقول لك تقول لي لأ، أقول لك لأ أنا عايز الشكل ده، تقول لي طب أصل ما فيش قدامنا غير ده دلوقتي، اللي هنقدر نعمله، الكمية اللي كذا اللي كذا، ويبقى هناك تفاوض. هل حضرتك تتخيل بلجنة للتسويق وإدارة كاملة للتسويق داخل النادي الأهلي؟ أصل كلام لا يعقل اللي أنا بسمعه خلال أو على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت على هذا الموضوع تحديدا، كلام ما ينفعش أصدقه. ولكن أنا بتخيل، أو ناس كتيرة بتكلمني في هذا الأمر لما ببقى ماشي في الشارع، حتى ناس تقول لي هو النادي الأهلي ساب الشركة القديمة وراح للشركة الجديدة، وهيدفع للشركة الجديدة فلوس، أو هياخد فلوس أقل من اللي، طب طالما هياخد فلوس أقل من اللي هياخدها، اللي كان بياخدها من الشركة القديمة، هيسيب الشركة القديمة ليه؟ أكيد في مميزات معينة هيعلن عنها النادي الأهلي في وقتها، عندما يتم التعاقد رسميا، وعندما يتم اختيار كل حاجة، التيشيرتات والشنط. بالمناسبة هي بتبقى تيشيرتات وتيشيرتات لعب وتيشيرتات خروج وتريننج، ترينج خروج وترينج تمرين وشنط وجزة، كل حاجة كل حاجة. فأنا الحقيقة مستغرب جدا من اللي بيحصل. ليه حضراتكم دايما، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ليه دايما بيتكلم بهذا المنطق؟ عايز يودينا دايما لناحيه ان انت ما تثقش، اوعى تثق في الاداره بتاعتك، دول عايزين يجيبوا لك فلوس اقل. هل ده ممكن يحصل؟ يعني هل ممكن تكون شركه بتديك فلوس اكتر تسيبها من شركه تانية وتسيب الشركه القديمه علشان كلام لا يصح ان هو يقال؟ لكن ممكن شكل التيشيرت مش عاجبنا، شكل التيشيرت مش عاجبنا، ممكن يتغير، ممكن يتغير، ممكن ما يتغيرش، ممكن ما يتغيرش، محدش عارف. هل ده شكل التيشيرت الحقيقي؟ معرفش، ما اقدرش اقول لحضرتك اذا كان هو ده ولا مش هو. ولكن في النهايه انا بتكلم في هذا الامر ليه؟ انا بتكلم في هذا الامر لانه امر يخص جمهور الاهلي فقط، مش حاجه تانيه. وبالمناسبه جمهور الاهلي من حقه ان هو يعترض على اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه. ما هو اي حاجه احنا بنعملها هنا في اعلام قناه النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي بيعملها ليه؟ بيعملها لكسب رضا جمهور النادي الاهلي بس.
مش حاجه تانية. محدش بياخد حاجه يعني في مجلس اداره النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي طبعا ورضا ارضاء جمهور النادي الاهلي، لانه رضا جمهور النادي الاهلي هو في مصلحه النادي، يعني مش محتاجه كلام. فاللي بقوله انه اللي بيحصل ده كله على سوشيال ميديا لمجرد انه قد يكون النادي الاهلي تعاقد مع احدى الشركات والتصميم مش عاجب جمهور النادي الاهلي، صح؟ هل هو ده التصميم اللي اتوافق عليه ولا لا؟ ما اعرفش، ما اقدرش اقول لحضرتك. ما تخلونا ننتظر حتى الاعلان الرسمي للنادي الاهلي، ايه التيشيرت اللي هيلبسه وايه اللبس اللي هيلبسه خلال العام القادم. النادي الاهلي هيقول لنا، هيقول لنا ازاي؟ من خلال المركز الاعلامي ومن خلال قناه النادي الاهلي. احنا ليه بنعمل لنفسنا مشكله من لا مشكله؟ مش قد يكون اذا الكلام ده حقيقي، مش قد يكون هناك اعتراض من النادي الاهلي على شكل التيشيرت مثلا او على حاجه؟ اذا اللي بيحصل ده، انا بتكلم اذا كان ده الموضوع. هل التفاوض يعني ايه؟ التفاوض حضرتك تقول لي حاجه وانا اقول لك لا انا عايز دي، تقول لي طب انا هرجع لك بده، وهكذا لغايه لما نصل لشكل عام يرضي جميع الاطراف، يرضي الشركه ويرضينا ويرضي جمهور الاهلي ويرضي. وبيني وبين حضراتكم، انا ما بيفرقش معايا البراند اللي بيبقى على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي لوحده براند لوحده. اي شركه تتمنى في العالم، اي شركه في العالم تتمنى ان هي تحوز على ثقة مجلس إدارة النادي الأهلي علشان تلبس النادي الأهلي وتلبس فرق النادي الأهلي. أنت بتتكلم عن العالم؟ أيوة يا فندم العالم. أنا عارف أنا بقول لحضرتك إيه، وكل حاجة هتبان في وقتها. أنا آسف إن أنا في حاجات ما بقدرش أقولها أو ما بقدرش أتكلم فيها، ولكن أنا بتكلم بشكل عام، بشكل عام. مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة التسويق في النادي الأهلي و إدارة الكرة في النادي الأهلي لن توافق إلا على كل شيء جيد في مصلحة النادي الأهلي وفي مصلحة جمهور النادي الأهلي. بس هو دي النقطة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك. فما تصدقش الكلام اللي بيترمي لك، اللي هو دول سابوا شركة عشان مش عارف مين صاحب مين. الكلام ده غير حقيقي. عندك جمعية عمومية موجودة في النادي بتحاسبك كمجلس إدارة، وعندك جمعية عامة اللي هي جمهور النادي الأهلي اللي بيحاسبك في كل مكان، اللي بيحاسبك على السوشيال ميديا وبيحاسبك هنا وبيحاسبك هنا وبيحاسبك هنا. فغير كده وكده، احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في مجلس إدارتنا وفي إدارة التسويق عندنا. الكلام اللي بيتقال ده بيترمي من بعض من لا يشجع النادي الأهلي عشان نمشي في هذا الاتجاه. أعلى أرقام وهتشوفوا الكلام اللي أنا قلته من شهر وزعل البعض مني، من شهر انا قلته، من شهر صح زعل البعض مني، هتشوفوا حضراتكم ان الكلام اللي انا قلته ده هيتم تحقيقه على الواقع. ازاي؟ كل في وقت قريب، في خلال اسبوع 10 ايام هتسمعوا ارقام النادي الاهلي. انا ماليش دعوه بحد تاني، انا هتكلم عن ارقام النادي الاهلي فقط. مفيش حد في مصر ولا في افريقيا يقدر يوصل للارقام اللي بيوصل لها النادي الاهلي على مدار سنين كبيره جدا. وهنا انا ما بغلطش، انا بقول انا ما بغلطش في حد ولا بتريق على حد. اللي عايز يفهم كده هو حر، لكن انا بتكلم في تسويق وبراند النادي الاهلي، براند واسم النادي الاهلي. انا ما بتكلمش هنا على نادي تاني، ماليش دعوه. كل اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم من شهر وقت الجرار والكلام ده كله، حضراتكم هتسمعوه وهتشوفوه على ارض الواقع في خلال ايام. مش عايز اقول قد ايه، لانه وبالمناسبه انا لو في قناه اخرى خارج قناه النادي الاهلي هقول هذا الكلام، والايام قادمه كثيره جدا وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه. لان الاهلي وبراند الاهلي هو براند الاهلي جوه قناه الاهلي او بره قناه النادي الاهلي. من المفترض ان كل الناس اللي موجوده بتتكلم في الاعلام عارفين جد، عارفين كويس جدا قيمة النادي الأهلي التسويقية اللي تخلي أي حد يقعد كده ويحط رجل على رجل ويقول، من غير ما يحط رجل على رجل أنا آسف، يقعد ويقول النادي الأهلي هو البراند رقم واحد في الرياضة في مصر. تاني، أنا بقول تاني أهو عشان اللي هياخد الكلام ويقطعه ويقول حاجة تانية.
النادي الأهلي هو البراند رقم هو البراند الرياضي رقم واحد في مصر وأفريقيا. ليه يا عم إسلام أنت هتتنطط علينا وبتقول الكلام ده يا فندم؟ والله العظيم ثلاثة ولا بتنطط، كل اللي بقوله لحضرتك إن ده هذه هي الحقيقة بالأرقام وبكل شيء، بالأرقام بالبطولات بالفنيات بالتاريخ. خسرت حاجات كتيرة، خسرت دوري السنة اللي فاتت وخسرت دوري السنة اللي قبل اللي فاتت، خسرت كاس، ولكن هل الشعبية تأثرت؟ هل الأهلوية بطلوا يشجعوا الأهلي مثلا؟ لا خالص، أهلوية أهلوية، واللي ما بيشجعش الأهلي ما بيشجعش الأهلي، بالعكس ده احنا بنشوف العكس. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم كل الأرقام إن شاء الله لما تنزل الأرقام أو تبان الأرقام بشكل رسمي هطلع أمسك لحضراتكم وأقول لحضرتك هذا هو النادي الأهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي أو رعاية النادي الأهلي أو أرقام النادي الأهلي وفلوس النادي الأهلي عن أي نادي آخر. هو ده اللي أنا هتكلم فيه إن شاء الله لما بس الأمور دي تنتهي. فبالنسبة لي أنا مش فارق معايا التيشيرت نوعه إيه، لأن يكفي يكفي إن مكتوب عليه اسم الأهلي بس ونسر الأهلي موجود على التيشيرت بالنسبة لي أنا يعني، فما يفرقش معايا حاجة تانية. لكن أنا بقى كنادي أهلي وإدارة التسويق بعمل إيه؟ عايز أخد أكبر عائد مادي وأكبر عائد معنوي أقدر أستفيد منه خلال السنين القادمة طبعًا، لأن النادي الأهلي ده مؤسسة مش مجرد نادي وخلاص، هو نادي مؤسسة الأهلي. لما بنيجي نتكلم بنتكلم في مؤسسة النادي الأهلي لأنه بيصرف في أكتر من اتجاه، زي الفترة اللي فاتت حضراتكم شفتوا بعيدًا عن كرة القدم شفتوا الألعاب الأخرى كم محترف جيل الألعاب الأخرى؟ ليه؟ لأن مجلس إدارة النادي الأهلي بيحترم جمعيته العمومية وجمعيته العامة، جمعيته العمومية وجمعيته العامة، فبيعمل لهم أفضل حاجة، وبالتالي النادي الأهلي بيصرف كمؤسسة على عدد كبير جدا من الرياضات، ولأنه اسمه النادي الأهلي فبيحصل اللي حضراتكم شايفينه ده، ان هو بيحاول حجم العماله وحجم الانشاءات وحجم الحاجات دي بعدين نبقى نتكلم فيها، لكن انا بتكلم على الرياضات فقط. تخيل بقى يعني الحلقه اللي قبلين على طول كان الكابتن هيثم السعيد ومعاه كابتن لامي مختار بيتكلموا على الجمباز الايقاعي. هل موجود؟ موجود يا فندم في النادي الاهلي وله جماهيره وله ناس وناس اللي بتحبه وبتقعد تتفرج عليه وتشوفه وبناتهم والكلام الحلو ده. فالنادي الاهلي بيصرف على الكلام وبيصرف على اعلى مستوى لانه مطالب ان هو اي بطوله يخش فيها يكسبها. ايقاعي كره قدم مش فارقه، هو اسم النادي الاهلي. فالاسم الاهلي لازم يخش يكسب، لازم يتوج. ده ليه؟ لأن هناك حساب من الجمعية العمومية ومن الجمعية العامة لمجلس إدارة بيحترم رأي جماهيره بشدة، ولكن زي العادي وزي اللي احنا دايما متعودينه، احنا مجلس إدارة النادي الأهلي بياخد رأي الجمهور بكل أو بيشوف رأي الجمهور، ولكن عندما يتم اتخاذ القرارات بيتم اتخاذ القرارات لمصلحة واحدة فقط وهي مصلحة النادي الأهلي البلد والنادي الأهلي فقط لا غير. فقط لا غير. عشان كده بس انا حبيت اتكلم مع حضرتك في هذا الامر، لانه من امبارح للنهارده صدقوني هناك البعض من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول ياخدك في سكه ان انت يا عم دول بيعملوا قصه كده وحكايه وروايه خلينا ننتظر عندما يتم الاعلان الرسمي عن تيشيرت النادي الاهلي وعن من ستكون الشركه الفائزه بحق انها تلبس فرق رياضيه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، تلبسوا ترنجات وتيشيرتات والكلام ده كله، وننتظر الاعلان الرسمي ووقتها ان شاء الله نقدر نتكلم مره ثانيه ونتكلم بقى بقلب جامد ونقول لحضراتكم ايه هي شروط مش شروط يعني، لكن اللي نقدر نقوله اعلاميا هنقوله وهنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل. بس لكن حتى الان لا يوجد اي شيء رسمي نقدر نقوله لحضرتك على الشاشه. عندنا مباراه يوم 9، هي المباراة الأولى مع الرسمية الأولى طبعا في دوري أبطال إفريقيا في دور الـ 32، وهي الأولى لمارسيل كولر.
مباراة الأهلي مع اتحاد المنستيري التونسي. هذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله هتلعب يوم 9 أكتوبر الجاري في تونس. زي ما حضراتكم عارفين مباراة الذهاب هتلعب في تونس، ومباراة العودة هتلعب إن شاء الله في القاهرة. لكن أنا الحقيقة لفت انتباهي حاجة مهمة جدا. المدير الفني لنادي اتحاد المنستيري داركو نوفيتش، وهو مدير فني ذكي، وبالمناسبة هو كان المدير الفني لوفاق سطيف السنة اللي فاتت، لعبناه في نص النهائي على ما أتذكر حاجة كده يعني في أفريقيا. المدير الفني ده دلوقتي بيعمل لنا حالة من التنويم المغناطيسي قبل أيام قليلة من مواجهة فريق النادي الأهلي. أنا سمعت الكلام ده فين؟ سمعته قبل كده أيام موسيماني، فاكرين؟ هو هنا، وأنا مش هقول حاجة لكن أنا هجيب لحضراتكم التصريحات اللي قالها المدير الفني لنادي الاتحاد المنستيري وهو بيتكلم عن النادي الأهلي، بيحاول يوصل لنا أن فريقه فرصة تأهله صعبة، وان النادي الاهلي هو الاوفر حظا للتاهل لما له من شعبيه وامتلاكه لكثير من اللاعبين المميزين والكلام اللي حضرتك عارفه الحلو ده. طبعا هي دي حقيقه، هذه حقيقه اللي هو احنا نمتلك، نمتلك احنا عندنا، لكن النسب يا فندم هي 50-50، هي 50-50. اهو المتحدث باسم الاتحاد المنستيري نوفيتش يتطلع للثار من الاهلي، ده قصه تانية بعدين هبقى اروح لكم فيها. قايل ايه؟ مواجهة الأهلي ستكون صعبة، وتاو وعبد القادر ثنائي مميز. لن أقول أن الأهلي في مرحلة ضعف فهو يظل الأهلي، يظل الأهلي. دي التصريحات اللي قالها المدير الفني للاتحاد المنستيري، هتنزل لحضراتكم واحدة واحدة. تمنيت مواجهة تجنب الأهلي ومواجهته صعبة مهما كان مستواه. أول واحد حقق مننا مكاسب في الموضوع ده هو موسيماني، المدير الفني السابق أو الأسبق للنادي الاهلي بيتسو موسيماني، كان دايما بيتكلم بهذه الطريقه، يقول لك انا شرف. طبعا هو شرف لكثير ان هو يكون متواجد وان كذا وكذا وكذا، ولكن مثل هذه المباريات دايما وجهه نظري ان هي بتبقى 50-50، 50 للنادي الاهلي ان هو يوصل للمرحله اللي بعد كده، و50 للنادي اتحاد المنستيري ان هو يصل للمرحله اللي بعد كده. فهو مثلا قال ان احنا فرصنا ما عندناش فرص، والنادي الاهلي بلا نقاط ضعف. تخيل ان النادي الاهلي بلا نقاط ضعف. اولا مفيش فرقه في العالم مفيش فيها نقاط ضعف، ولكن هو الراجل بيحاول يكبر الموضوع قوي عشان يوهم جمهور النادي الاهلي ويوهم لاعيبه النادي الاهلي ان انا جاي اتغلب، انا غلبان، انا جاي اتغلب، انا يعني ما انتوا حضراتكم هتواجهوا خصم ضعيف، انتوا جامدين جدا واحنا ضعاف جدا. ولكن أنا بقول لحضرتك أو بقول لكل جمهور النادي الأهلي وبقول للاعيبة النادي الأهلي، هذه المباراة قد تكون مباراة أصعب من مباريات كثيرة لعبها النادي الأهلي خلال الفترة السابقة. ليه؟ لأنه هذه المباراة أنا شايف أن الحرب التكتيكية اللي شغالة فيه منها هي حرب رياضية مشروعة بالمناسبة من كل إخواتنا في تونس، دايما بتحصل هذه الأمور، فهي حرب مشروعة، حرب رياضية مشروعة بيعملوها مفيش مشكلة، ولكن احنا بنتقبلها ازاي كجمهور النادي الاهلي؟ الحقيقة انا شايف ان جمهور النادي الاهلي، هو ايه اللي خلاني اتكلم عن هذا الامر؟ ان جمهور النادي الاهلي قال لي يا عم اسلام، هو يعني الكلام اللي بيقوله المدرب ده هو فاكر ان احنا مش هنحط في دماغنا يعني؟ لا، احنا عارفين ان هي مواجهة صعبة ولازم ناخد بالنا من نقاط الضعف والقوة اللي موجودة، اللي هي نقاط القوة اللي موجودة في نادي اتحاد المنستيري اللي هي اكتر من نقاط الضعف اللي موجودة فيه، لكن الأهلي أقوى، الأهلي أقوى، الأهلي عنده لعيبة أكتر وأميز، عنده لعيبة أكتر فنيا أو أفضل فنيا وأفضل في كل شيء وأكثر خبرة. نعم، هذه هو حد يقدر يقول غير كده؟ هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، محدش يقدر يقول غير كده. ولكن أي مباراة أنت بتلعبها 50-50 يا فندم، 50-50،
مين هيكسب محدش عارف. مباراة صعبة من وجهة نظري، أن هذه المباراة من أصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي، خصوصا أن هي جاية بعد توقف طويل عن لعب المباريات، توقف طويل عن لعب المباريات. هو أنت، أنا عارف ومن هنا أنا بقول له أنت مدرب شاطر حبتين يعني، لكن خد بالك إحنا هنا جمهور النادي الأهلي واعي ويعي تماما وفاهمين النغمة اللي حضرتك عايز تصدرها لينا هنا في مصر، لأن بالتأكيد يعني التصريحات اللي أنت بتقولها بتقلل من فريقك. أنا يعني ما شفتش مدير فني بيبقى قاصد أنه هو يقلل من فريقه، أكيد أنت مش بتقولها في تونس يعني، ولكن دي حرب نفسية أنت كمدير فني بتلجأ ليها كنوع من أنواع أو أساليب الضغط السلبي على لعيبة النادي الأهلي. ولكن تفتكر حضرتك بفريق بحجم النادي الأهلي ولاعبين بحجم نجوم النادي الأهلي ممكن يقعوا في هذا المحظور بعد كل هذه الخبرات؟ يعني ممكن نبلع الطعم اللي انت عايز تعمله ده؟ اتمنى ان هم يعني اتمنى ان انا رسالتي تكون وصلت للاعبين ووصلت للجمهور، ان يا جماعه اللي بيحصل ده يعني من حقه ان هو يقول التصريحات اللي هو بيرى ان هي يستفيد منها فنيا جوه الملعب. ولكن انا برضو ما شفتش من زمان مدير فني بيقلل من فريقه. الاهلي بيلعب على المكسب فقط بعيدا عن اي اسم، هو ده المبدا اللي احنا والهدفنا دايما. وبالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين هي أول مباراة رسمية لمستر مارسيل كولر، مهمة أكيد عايز يحقق فيها مكسب أو نتيجة إيجابية، خصوصا أن الماتش بره أرضنا. وبما أننا بنتكلم عن كولر، الراجل ده الحقيقة عايز أديله حقه، لأنه حرفيا شغال صبح وظهر وليل. لسه أحد الأصدقاء كان بيكلمني بيقول لي إيه رأيك في مارسيل كولر؟ قلت له معرفش. كسي في اقدر اقول لك ان هو سي في جيد، قدر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يختار سي في جيد يستطيع ان هو يقود سفينه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ولكن لو سالتني انت ايه رايك في مارسيل كولر هقول لك معرفش، ما عنديش فكره، ما اقدرش كاسلام ما اقدرش اقول وجهه نظري. ليه؟ لاني ما شفتوش بعناية، ولكن كلمت مع فلان وعلان وترتان من اللاعبين ومن الاداريين ومن 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 داخل النادي الاهلي. بشكل عام هناك حاله من التفاؤل بهذا المدير الفني. مين هيلعب ومين مش هيلعب محدش عارف، طب مين كويس ومين مش كويس؟ اللعيبه كلها مبسوطه، اللعيبه كلها سعيده حتى هذه اللحظه. شايفين ان هو رجل عادل، شايفين ان هو رجل بيضحك ويهزر زي ما قلت لكم قبل كده بره الملعب او بره الخط وجوه الخط حاجه ثانيه. أو يعني بره الملعب حاجة وجوه الملعب حاجة تانية، وهو المطلوب بالمناسبة. رجل لطيف جدا بيهزر وبيضحك وبيعمل كل حاجة، ممكن يبقى متخانق معاك جوه الملعب وبيزعق معاك على تمرين تعمله خلاص، ويطلع بره الملعب ياخدك بالحضن ويتكلم معاك ويقول لك نكتة وتقول له نكتة وتهزر، هو كده. فده اللي أنا بسمعه عن الراجل. فنيا فنيا الدنيا ماشيه كويس والامور ماشيه كويس الحمد لله. مش هقدر اتكلم فنيا لانه كله في وقته، هنبقى نتكلم فنيا. طبعا دي زياره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكوره، ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكوره كابتن محمود الخطيب في زياره للنادي الاهلي او للفريق الاول في النادي الاهلي. طيب كابتن شهاب ليلي المدير الفني الحالي لأهلي بني غازي الليبي والمدير الفني السابق لنادي اتحاد المنستيري التونسي اللي هيلاقي النادي الأهلي إن شاء الله يوم 9 أكتوبر. كابتن شهاب زي حضرتك يا فندم. مرحبا مرحبا أخي إسلام، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله كابتن. الحمد لله الحمد لله. الاتحاد المنستيري الأول، أنا بقول صح اتحاد المنستيري؟ النطق بتاعه صح؟ صح 100% 100% حبيبي ربنا يخليك. طيب يعني كابتن شهاب اولا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ويعني كابتن شهاب برضو لمن لا يعلم هو واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي له سوالات وجولات الحقيقه مع انديه تونس، تولى تدريب النادي الافريقي والصفاقسي ونجم الساحلي وكمان الاتحاد المنستيري واللي هيلاعب النادي الاهلي ان شاء الله يوم 9 القادم.
كابتن شهاب، اولا ابدا مع حضرتك، الاول شايف مباراه النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا مع نادي اتحاد المنستيري ازاي؟ قبل كل شيء انا سعيد بتواجدي في قناه الاهلي، وسعيد بتواجدي معك انت الكابتن اسلام. شرف لينا يا فندم. شرف لي كذلك. ربنا يخليك. شو قلت؟ قلت انت لخصت اطار المباراه في كلمتين، يعني نادي القرن مع اتحاد رياض المنستيري نادي الطموح اللي هو اول مشاركه لي في الشامبيونز ليج الافريقي. نعم. اكيد عامل خبره مهم في المباريات خاصه القاريه، المباريات الافريقيه. رهان للاهلي، رهان كبير، لانه الاهلي ديما يتطلع انه يوصل للمربع في الكؤوس الافريقيه، ولما لا اللعب من اجل التتويج. والنادي الاتحاد الرياضي المنستيري عنده من المقاومات انه يطمح في المسابقه هذه، المقاومات هذه خليني نقول لك انا من اكثر الفرق التونسيه بعد الترجي الرياضي التونسي استقرار في الخمس سنوات الاخيره في الدوري التونسي. يعني فما استقرار اداري في اتحاد الرياضي المنستيري، الرئيس احمد البرلي اللي هو رئيس النادي من اكثر من 10 سنوات نفس الاداره. نعم. وكذلك عمل تشكيله خلينا نقول لك مستقره على مستوى الرياضي، ناهيك انه الفريق اللي باش يتبارى ان شاء الله يوم 9 اكتوبر مع الاهلي القاهره باش يكون فريق تقريبا هو نفسه اللي يلعب منذ 3 سنوات، يعني في 2 لعيبه طلعوا من الفريق هذايا وعزوا بلاعبين اخرين، لكن الاستقرار هي عنوان اتحاد الرياضي المنستيري في الخمس سنوات الاخيره. نعم. وهذا اللي يخلي اتحاد الرياضي المنستيري في الخمس سنوات الاخيره يقدم مستوى طيب، يعني يجيب اجانب اللي هما موافقين، يجيب لاعبين مغمورين لكن يعطيهم الفرصه حتى يصبحوا مشاريع نجوم. كذلك الفريق هذا كان خدا كاس تونس قدام الترجي التونسي، كان خدا السوبر التونسي قدام الترجي التونسي، وكان كذلك ترتيبه ونافس من اجل الدوري التونسي السنه الماضيه، وكان ترتيبه هو الثاني، هو اللي تولى مشاركه افريقيه يعني على مستوى الشامبيونز ليج. لذلك هذا هو اللي يخلي طموح بتاع الاتحاد الرياضي المنستيري هو طموح مشروع، لكن ماهوش سهل، وهذه حقيقه تتقال. احنا رياضيين ونعرفوا حقيقه الميدان، حقيقه الميدان عامل خبره مهم برشا في طبعا المسابقات القاريه. خليني نقول لك الشامبيونز ليج هي حديقه النادي الاهلي، الجاردن بتاع النادي الاهلي، لكن ديما تعرف انت رياضي على مستوى عالي وتعرف ان احقيه الملعب وحقيقه الملعب طبعا التحقيق الرياضي في بعض الاحيان يتعب على جزئيات. انا بشوف دايما يا كابتن شهاب ان مثل هذه المباريات خصوصا مع انديه شمال افريقيا سواء تونس او الجزائر او المغرب او ليبيا كلها بتبقى 50 50 50، يعني نسبة فوز الفريق ده 50 ونسبة فوز الفريق الآخر 50، لأنها في النهاية بتبقى مباريات لها خصوصية ولها شكل مختلف داخل الملعب، خاصة لما تكون مباراة خروج المغلوب. مظبوط. يعني كأن مباراة كأس، وأنت تعرف أنه المفاجآت ما تجيش في الدوري، تجي إلا في الكؤوس. لأنه ليش؟ لأنه الفرق اللي عندها طموح اللي هي تدخل المباراه كاني اوتسايدر يكون عندها حافز قوي، روح معنويه قويه، وايمان بالمباراه وبالحضور في المباراه. لذلك انا اتوقع باش تكون كما قلت حفيظ انت المباراه في اطارها انه انديه شمال افريقيا لما تتنافس مع بعض يعتبروا ديربيات، يعتبروا متوازنين، يعني 50% 50%. مظبوط. يعني الجزئيات الصغيره اللي تقدر تحصل. طيب. في المباريات هذه. طيب رايك في تصريحات المدير الفني لفريق اتحاد المنستيري اللي قال فرصته ضعيفه امام الاهلي؟ انا شخصيا بشوفها ان انا يعني شخصيا بشوفها ان هي لعبه نفسيه، يعني لما الواحد كان بيلعب زمان في البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي كان دايما
المدربين اللي قدامنا بيقولوا هذا الكلام، بيقول لك ايه؟ احنا كده كده فرصتنا ضعيفه وان احنا جايين نتغلب. هل ده لعبه نفسيه بيعملها اي مدير فني علشان يقلل او يقلل من فريقه علشان الفريق الثاني يبقى في شكل افضل؟ والله شوف تبعت انت ادري انه خاصه فما دبل سبيتش، يعني فما خطابين يعملهم المدير الفني، فما خطاب الاعلامي للاستهلاك الاعلامي للمنافس، فما خطاب داخل غرفه الملابس. مظبوط بالضبط، هو خطاب، هذاك هو الخطاب الحقيقي. يعني انا ما نظنش كانوا المدرب اكيد يحترم النادي الاهلي، اكيد يعرف صعوبه المباراه على كل النواحي، اكيد يعرف اللي اللاعبين عندهم نوعا ما من الضغوط، انه تحب ولا تكره بينافس فريق القرن. لكن اكيد هذا كذلك من الناحيه الذهنيه بيعد الفريق بتاعه على اساس انهم يلعبوا هم مؤمنين بامكانياتهم، يلعبوا هم مؤمنين مأمنين الشانسز، يعني الحظوظ بتاعهم في المباراه هذه. اكيد حتى على المستوى التكتيكي اكيد حضر روحه بما يجب حتى يكون متوازن، ما يكونش دفاعي 100% وما يكونش هجومي منحل، يعني خطوط بعيده على بعضها، لا راح يكون متوازن، فريق متوازن. لكن فما نقطه مهمه برشا برشا، لان نعرف في المباريات هذه خاصه لما يكون فريق اوتسايدر يلعب مش مباراه واحده، يلعب من اجل مباراتين، يعني يبقى على حظوظه ويفرق من اجل ابقاء كل واحد يبقى حي في المباراه، مش يبقى على حظوظه خاصه للمباراه الثانيه، ما يلعبش الكل في الكل في المباراه الاولى. وهذا هو التوازن العقلاني في التعامل او في مجارات المباراه. طيب علي معلول نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب التونسي، قدم افضل موسم لي مع الصفاقسي التونسي تحت قيادتك، وتقريبا كان هداف الدوري في ذلك الوقت. هل ارجع معايا بيك للذاكره لورا شويه، هل ساعتها علي معلول سالك عن خطوه انتقاله للنادي الاهلي وردك كان ايه؟ والله شوف انا سنين كان مستواهم عالي معايا النادي الصفاقسي وعلي معلول وشنيرة جاي. واثنين خرجوا من النادي الصفاقسي على النادي الاهلي بعد ما عملوا معايا موسم، والحمد لله وهذا شرفني كثير كثير. حتى جنير اجي لما غادر النادي الاهلي السنه الماضيه جاء عندي في النصر بنغازي حتى يرفع المستوى نتاعه، ورجع المستوى نتاعه الحمد لله. بالمناسبه نتمنى له الشفاء العاجل. لسه كنت هقول لك هو اتصاب اول من كام يوم في رجليه، فان شاء الله يرجع بالسلامه. بالمناسبه جمهور الاهلي بيحبه جدا جونيور اجاي، يرجع اقوى من الاول ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بالنسبه للعيب معلول الحمد لله خرج هو في نادي الصفاقسي في 2016 هداف الدوري التونسي. علي معلول زاد مستوى اخر مع النادي الاهلي، لكن كانت انا بالنسبه لي انا لما استشار، لانه في برشا ثقه فيني وبين علي معلول، لما استشارني قلت له انا كان عنده فريق فرنساوي يلعب في الممتاز وكان عنده عز الاهلي. قلت له البروفايل بتاعك علي، انا كنت لاعب هجومي وطالع من الفريق يلعب من اجل القاب، الفريق الفرنسي يلعب من اجل سبب النزول، راح يكون لا يلعب دفاع مكثف، دفاع المنطقه ما راح يكون فيه امتداد هجومي للأظهرة، لذلك انا نخير تكون موجود في النادي الاهلي اللي هو يتناسب مع مع البروفايل بتاعك، لانه علي تعرفوه هجومي اكثر من دفاعي، وهو علي يلعب من اجل الالقاب سواء المحليه او القاريه. كنت قلت له انا البروفايل بتاعك يتماشى مع نادي القرن ونادي الاهلي، لذلك اخذها بالنصيحه اكيد استشار صخرة، لكن الحمد لله انه ما ندمش، والحمد لله انه علي معلول توفق في النادي الاهلي، يمكن من اكثر اللاعبين العرب اللي انتماوا للنادي الاهلي اللي نجاح وكان ليه حظ في الالقاب القاريه والمحليه في النادي الاهلي. نعم. طيب معلش برضه ارجع مره اخرى للاتحاد المنستيري يا كابتن، اهم نقاط الضعف من وجهه نظرك والقوه اللي موجوده في فريق الاتحاد المنستيري.
شوف انا بالنسبه لي انا الحاجه المميزه عن الاتحاد الرياضي المنافسين انه فريق يلعب على امكانياته، وهذا مهم جدا. لما فريق يعرف امكانياته ويستعمل الاسلوب اللي يتمشى معاه واللي يخليه ينجح في المباراه، هذا فريق نعتبره انا محترم جدا ويخوف. كذلك الاتحاد الرياضي المنافسين يعرف، وهذه ميزه فيه، هو ده علاش هو فريق مستقر، يعطيه الامكانيه نتاع التصرف في المجريات نتاع المباراه. نعم. وانت تعرف لعبت في المستوى العالي، تعرف شنو معناها تتصرف في المباراه، لما تكون انت مضغوط كيف تطلع من الضغط، لما تكون عندك انت حاجات ايجابيه ماشيه معاك، كيفاش تستغل باش تحول الفرص هذيك الى اهداف، ولو تكون حتى فرص شحيحه، يعني تكون فرص قليله. نعم. يبقى ديما عامل خبره في المباريات هذه، هو يبقى العامل اللي يمكن يحكم في المباريات، مباريات الذهاب والعوده، هو مباراه هو العامل الخبره اللي يمكن يفتقد نوعا ما الاتحاد المنافسين. كابتن شهاب، انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله، اشكرك جدا على تواجدك معنا وكل هذه المعلومات، وكونك نصحت الحقيقه النجم الكبير كابتن علي معلول عشان يبقى متواجد في النادي الاهلي، فدي بالنسبه لنا كافيه، لانه بالفعل واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي عدوا على مستوى المحترفين في مصر خلال الفترات الاخيره. شكرا جزيلا لكابتننا الكبير كابتن شهاب الليلي، المدير الفني الحالي لنادي اهلي بني غازي الليبي ونادي اتحاد المستري التونسي الأسبق. مكالمة الحقيقة كانت مهمة جدا في وقتها. طيب، بما أننا بنتكلم عن هذه المباراة، خلونا أقول لحضراتكم في الاتحاد الأفريقي، لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي برضو ما أعرفش، برضو أنا الحقيقة زهقت من كتر الكلام عن التحكيم، والله بجد زهقت من كتر الكلام عن التحكيم. الناس بتقول لي اصل انت، يعني في البعض بيقول ان انا بحاول ان انا اضع مبررات. السنه اللي فاتت، يعني ما بقول ان الاهلي خسر السنه اللي فاتت الدوري، يقول لك ايه، اصل انتم بتقولوا مبررات عشان التحكيم، ويطلع فلان وعلان، يعني الناس تطلع تتكلم. لكن صدقوني، سبب من اسباب خساره النادي الاهلي الدوري السنة اللي فاتت والدوري السنة اللي قبل اللي فاتت، سبب من الأسباب، في كذا سبب، ولكن السبب الأهم والأكبر هو التحكيم المصري. طيب، التحكيم في أفريقيا بيعاني بقاله فترة طويلة جدا، إصرار رهيب رهيب من لجنة الحكام في أفريقيا على تولي الجامبي سيكازوي، جيني سيكازوي، اداره مباراه العوده ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد المنستيري، هتتلعب على استاد الاهلي والسلام. انا ممكن جدا يكون الحكم كويس في هذه المباراه. طب خلوني الاول اقول لحضراتكم، اولا طاقم الحكام في المباراتين، حكم الذهاب في تونس اختار الاتحاد الافريقي الحكم الجزائري لحلو بن برهام حكما للساحه، هو اسمه كده، ويعاونه كل من كابتن اكرم زهروني مساعد اول، وكابتن حمزه بوزيت مساعد ثاني، والياس بكسيوة حكما رابعا. ده طاقم التحكيم للمباراه الاولى، زي ما حضراتكم عارفين الاتحاد الافريقي واحد من اعرق الاتحادات في العالم، ما بيشتغلش على الفار الا من الدور الثمانيه، من غير بدون اي ابداء اي اسباب. طيب، مباراه بتلعب في تونس والمباراه الثانيه هتلعب في القاهره، اعتقد اللي انا عارفه ان تونس عندهم وعندهم الامكانيه ان هم يقدروا يجيبوا الفار، ومصر عندهم الامكانيه بالفعل، بقى لنا سنتين اهو ولا ثلاث سنين من ساعه واحنا بنشتغل على الفار. لماذا لا تكون هذه المباراه فيها فار؟ ما اعرفش حاجه، ما هي برضو الحاجات دي تخليك تبقى قاعد محتار تقول ايه وما تقولش ايه. وجايبين لك في حكم في الاياب في المباراه الثانيه كابتن جاني سيكازوي حكما للساحه، وجيرسن ايميليانو دو سانتوس حكم مساعد اول، وارسينيو تشادريك
حكم مساعد ثاني وأدريك نيكول حكما رابعا. زي ما حضرتك شفت كده الاتحاد الافريقي لكرة القدم اسند ادارة المباراة الاهلي واتحاد المصري في العودة، مباراة العودة في دور ال 32 لجاني سيكازوي. اذا حبينا نتكلم، اذا حبينا نتكلم عن هذا الحكم هنتكلم كلام كتير جدا. طب كوارث، كوارث كتيرة تحكيمية كثيرة جدا، حدث ولا حرج. احنا اسمين بالنسبه لنا كاهلاوي اول ما بيتقال بنعرف ان في حاجه مش مظبوطه وان النيه مش صافيه، بكاري جسامه وجاني سيكازوي. على مش انا اللي بقول بالمناسبه، ولكن سيكازوي تحديدا من الحكام اللي بتثار حولهم حاله كبيره من الجدل دايما بسبب قراراته الغريبه واخطائه المتكرره. مش مع النادي الاهلي فقط، مش مع النادي الاهلي فقط، عنده اخطاء كتيره مباريات داخل او خارج القاره. طيب قررت لجنه الانضباط بالكاف، مش اسلام ولا جمهور الاهلي، ايقاف الحكم الذنبي في دور ال 16 من نوفمبر 2018 عن مزاوله نشاط كره القدم بسبب تحيزه للترجي التونسي، كما خضع لجلسة استماع في مواجهة اتهامات بالفساد والحصول على رشوة من جانب الفريق التونسي. وعاقب جلسة الاستماع تم تبرئة الحكم مع الاكتفاء بمدة الإيقاف اللي هي 4 شهور، وعاد لإدارة المباريات مرة أخرى في مارس 2019. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام حقيقي. طيب سيكازوي كان حكما لمباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في نهائي كاس الامم 2017، مصر خسرت لو تفتكروا هدفين مقابل هدف. كوارث واخطاء تحكيميه شديده اثرت على نتيجه هذه المباراه. منتخب مصر مع منتخب نيجيريا في المباريات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، ولو تفتكروا هذه المباراه حرم منتخب مصر من هدف محقق انفراد لمحمد صلاح بمرمى النيجيري، لكن صفارة الحكم أنهى المباراة ساعتها. عندنا مشاكل مع هذا الحكم، أنا معرفش الحقيقة. ماشي هتقولي إحنا بنبدأ سنة جديدة ورئيس الاتحاد الإفريقي اتكلم إن هو هيبدأ سنة جديدة بشكل جديد وبأسلوب جديد وبطرق جديدة، ماشي خلينا نشوف. ولكن أنا بقول حاجات مش أنا اللي قايلها، يعني مش من عندي، ولكن دي موجودة على صفحة الاتحاد الأفريقي. طيب حضراتكم تعلموا أن سيكازوي ألغى ماتش الأهلي والقطن الكاميروني في ذهاب نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا 2018 بسبب هطول الأمطار الشديدة على ملعب جروة بعد مرور 60 دقيقة. كانت النتيجة كام بقى؟ التعادل السلبي. أجل المباراة 24 ساعة. دي كده حاجات بسيطة يعني. طيب رسالتنا للاتحاد الافريقي، ونحن نثق وبشدة في الاتحاد الافريقي وفي لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي، احنا لسه في اول دور ولسه بنقول يا هادي يا عالم الايام اللي جاية ايه، عندنا مباراة صعبة جدا. طب هو انا بقول الكلام ده ليه؟ هل انت عايز تتجامل؟ هل انت عايز حد يجاملك؟ والله لا، يعني لا احد، النادي الاهلي ما عندوش حد بينظر للمجاملة، ولكن كل ما نريده هو تحقيق العدالة التحكيمية سواء جوه مصر أو بره مصر. بس اديني عدالة تحكيمية وشوف اللي هيحصل معايا ايه. اديني عدالة، ممكن سيكازوي ماشي حط اللي انت عايزه وحط الاسم اللي انت عايزه، ولكن من فضل حضرتك اديني عدالة تحكيمية. لانه هل احنا سنظل نعاني من التحكيم لفتره؟ احنا عندنا، انا شخصيا عندي جرح كبير جدا في موضوع التحكيم السنتين اللي فاتوا، التحكيم المصري وفي افريقيا الحقيقه، على الاقل في هذا الموسم الاخير. على العموم هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، بس في كده حاجات بتبين النوايا من اولها. طيب عموما كاميرا البيت الكبير نزلت الشارع الاهلاوي النهارده علشان تعرف راي الجمهور فنيا
في مواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري، ونروح نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن أخبارنا، أخبار البيت الكبير. أربعة صفر سافيو وطاهر، سافيو جونين، طاهر جول، حسام حسن جول. خلينا بس نتكلم الأول، يعني احنا مش عايزين، احنا كجمهور إن شاء الله طموحنا يعلى بإذن الله. طبعا لسه عندنا مدرب جديد، في لعيبة لسه راجعة من الراحة، لعيبة راجعة من الإصابات، إن شاء الله في صفقات جديدة، فأتمنى إن شاء الله يعني نطلع بس بنتيجة إيجابية إن شاء الله، 2-0 1-0 إن شاء الله. لا لا يكسب 3-0 إن شاء الله. يعني هو إن شاء الله احنا بنتفائل خير، بس المقدمة كده، وإن شاء الله هتبقى النتيجة يعني إن شاء الله من 2-3. الأهلي هيعمل إن شاء الله مجهود يعني حلو كده، وهيأدي أداء جيد إن شاء الله. هيكون مباراة جميلة للنادي الأهلي، ويتوفقوا إن شاء الله وربنا معاهم، وأنا شايف إن الأهلي هيكسب طبعا. لا أكيد بإذن الله، يعني هيلعبوا ماتش حلو، ده أول ماتش في دوري أبطال أفريقيا، يعني أقل حاجة يطلعوا من الماتش ده يعني 2-0 كتير قوي، أكيد مش هيخذلنا يعني الأهلي. الماتش طبعا هيكون صعب، أنت عارفة يعني شمال افريقيا صعبين ازاي، وفرقه زي دي بقالها كتير ما بتشاركش في افريقيا، متعطشه انها تشارك، فان شاء الله الاهلي يعني ادي المشوار ده ان شاء الله ويخلصه بالسلام ان شاء الله. بص احنا يفرق معانا اول حاجه مثلا ارضيه الملعب، ماتش الساعه 3:30 او على حسب ما هم قالوا، توقيت بدري قوي على الاهلي، التحكيم برده مهم عندنا، نطلع بنتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، يبقى على ارضنا برده الدنيا تبقى سهله شويه. فريق مثلا جديد علينا ما نعرفش طريقه لعبه، ما شفنالوش ماتشات مثلا، مش زي فرق تونس عارفينها، نجمة او ترجى او صفاقسي. الفكره ان احنا الماتش ده يعني ايه، نخرج بس بنتيجه منه ايجابيه، ونعوض هنا في الماتش اللي بقى على ارضنا في القاهره بماتش هيبقى سهل ان شاء الله، بس ما يجيش فينا هدف ان شاء الله هناك، مثلا ممكن تعادل او 1-0 للاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي راح من تدريبات اليوم، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني فريق الاول بكره القدم بالنادي الاهلي مد الراحه اللي حصل عليها اللاعبين بالامس لتمتد الى اليوم الاحد قبل بدء المرحله الاخيره من الاستعدادات لمواجهه النادي الاهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي المقرر ليها ان شاء الله يوم 9 اكتوبر الجاري، حيث يخوض الفريق تدريباته اليوميه بجميع لاعبيه، ويقوم المدير الفني خلال التدريبات الحاليه بتحفيظ لاعبي بعض الخطط الفنيه والامور الخاصه باللقاء المرتقب، ويلتقي النادي الاهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي في 4 عصر يوم 9 اكتوبر على ملعب بن جنات، احد ملاعب منتخب تونس الاساسيه في مدينه المنستير. ومن المقرر ان يستضيف النادي الاهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراه الاياب احد ايام 14 او 15 او 16 اكتوبر في القاهره. بيني وبين حضراتكم انا دايما لما احب اجي اتكلم عن محمد الشناوي لا اجد حرج في ان انا اتكلم عن محمد الشناوي. إذا كنت بتتكلم عن محمد الشناوي فهو اللاعب خد بال حضرتك، تم اختيار محمد الشناوي الأفضل داخل القارة محليا داخل القارة الأفريقية، تم اختياره كأفضل لاعب وليس أفضل حارس، بمعنى أن عندما تتكلم عن حراسة مرمى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة لازم تتكلم عن محمد الشناوي، لما تتكلم عن حراسة مرمى منتخبنا الوطني لازم تقول أن محمد الشناوي دايما في حتة تانية، دايما اخطبوط افريقيا، احنا دايما كاهلاويه بنقول عليه هذا الكلام. صفحه رسميه للنادي الاهلي كانت حريصه على التغزل في حارس مرمى فريق الكره بالنادي الاهلي محمد الشناوي، حيث نشرت صوره له عبر مختلف المنصات الرسميه عبر السوشيال ميديا وكتبت اخطبوط افريقي. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، تصدر قائمة أغلى 10 حراس مرمى في الدوري المصري، وذلك بقيمة تسويقية بلغت 3 مليون يورو، فيما جاء محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية وصلت إلى 1,200,000 يورو. محمد الشناوي اختير كأفضل حارس مرمى في أفريقيا
عن الموسم الماضي بعدما قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما شارك أيضا مع منتخب الفراعنة في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بالنسخة الماضية لما اتغلبنا في المباراة النهائية. الواحد الحقيقة ما بيحبش يتكلم في هذه المباراة، لكن يظل دائما محمد الشناوي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في النادي الأهلي خلال الفترات الأخيرة، واحد من أفضل الحراس اللي موجودين على مدار تاريخ مصر محمد الشناوي. وهذه ليست مجاملة، وهذه ليست لأن احنا بنتكلم من داخل قناة النادي الأهلي، ولكنها الحقيقة. محمد الشناوي الأفضل زي ما هو مكتوب، زي ما حضراتكم شايفين محمد الشناوي واحد من أفضل الحراس في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ منتخبنا الوطني. كابتن عامر حسين بيقول ليس للفيفا علاقة باستكمال المسابقات المحلية. أكد كابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن استكمال الدوري خلال كأس العالم سيكون في صالح كرة القدم المصرية، وقال استكمال الدوري وقت كأس العالم شأن داخلي وليس للفيفا علاقة بذلك. وأوضح عامر حسين أنهم تواصلوا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد قرارهم النهائي باستكمال الدوري خلال كأس العالم، وتابع الاتحاد الجزائري أكد لنا أن هذا الأمر هو أمر داخلي وليس للفيفا علاقة باستكمال المسابقات المحلية، وقال لا يحق للأندية الاعتراض على استكمال الدوري خلال كأس العالم، ولكن يحق للأندية الاعتراض في حال وجود أكثر من لاعبين في كأس العالم، هكذا تنص اللوائح. رسميا الجبلية تطالب أندية الدوري القسم الثاني بتطبيق نظام دوري المحترفين. زي ما حضراتكم عارفين الموضوع ده الحقيقة كان موضوع مهم جدا اتكلمنا فيه خلال الفترة السابقة، وخطب الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أندية الدوري القسم الثاني بتطبيق دوري المحترفين في الدرجة الثانية لموسم 22-23. أمام حضراتكم الجواب اللي اتبعت لكل الأندية. طيب قبل السفر خارج البلاد الكابتن الخطيب يجتمع مع مارسيل كولر، وخلال هذا الاجتماع كان هناك تفاصيل كثيره جدا اتكلم عنها الكابتن خطيب مع كولر. وكان الكابتن خطيب زي ما حضراتكم عارفين، وده خبر ألف سلامة طبعا لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والنجم الكبير وأسطورة كرة القدم كابتن محمود الخطيب، ألف سلامة عليه. اللي احنا عرفناه أنه هو هيسافر لاستكمال رحلة علاجه اللي كانت موجودة خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة كابتن خطيب خلال الفترة اللي فاتت، هو ما بيحبناش الحقيقة نتكلم في هذا الأمر، ولكن الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا في ظل ظروف مضغوطة جدا، وكان هناك أمور معينة. يعني كابتن بقاله شهر تقريبا، كان من المفترض أنه هيسافر من شهر تقريبا، ولكن ظروف الشغل وظروف اتخاذ القرارات المهمة والصعبة خلال هذه الفترة خلى كابتن خطيب يستنى لغاية لما كل حاجة تخلص تقريبا، وإن شاء الله إن شاء الله في ظرف أيام قليلة وخلال الأيام القادمة برضو هنقول لحضراتكم على كابتن خطيب هيسافر إمتى، وإن شاء الله يصل بالسلامة ويكون في أفضل حالاته. احنا كلنا بنحب كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي، وكلنا بنحب محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسطورة النادي الأهلي، اللي كلنا بنتعلم منه الأخلاق، اللي كلنا بنتعلم منه إزاي نحب النادي الأهلي وإزاي نتفانى في حب النادي الأهلي. بجد في حاجات حضراتكم في وقتها هتعرفوها، هتعرفوا ان الفترات اللي فاتت دي كان في ضغط شديد، ضغط في النادي جوه النادي يعني لحاجات وامور كثيره جدا، ان انت تجيب لاعبين وتمشي لاعبين وان انت تقعد وان انت تختار المدير الفني، كل الحاجات دي بيبقى محطوط عليه ضغط كبير جدا. تخيل حضرتك مسؤول او انت 70 80 مليون اهلاوي في مصر بس منتظرين قرارك، قرار مجلس الإدارة. ما بتكلم على كابتن خطيب، أنا بتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي كله. فتخيل حضرتك الضغط اللي بتبقى عليك أنت لما بتيجي تاخد قرار لابنك وأنت ومراتك وعندك مثلا ولد أو ولدين أو بنتين أو حاجة، بتبقى يعني الدنيا متوتر، فما بالك أنت بتاخد قرار ل 70 80 مليون أهلاوي، هيسعد 70 80 مليون أهلاوي أو لا قدر الله حاجة تانية. فشوفوا الضغط اللي الواحد بيبقى فيه عامل إزاي. كابتن خطيب ومجلس ادارته الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت ضغط شديد شديد في كل الالعاب بالمناسبه،
في كل الالعاب. انت لو ما تيجي تبص هتلاقي ناس بص على كره القدم اكتر، ولكن الاهلاويه شايفين ايه اللي بيحصل في السله، وشايفين ايه اللي بيحصل في الهاندبول اللي بالمناسبه بيلعب البطوله وهنتكلم عنها دلوقتي، وشايفين اللي بيحصل في في الطايره وفي تنس الطاوله وفي كل حاجه، في كل حاجه. وبتبني نادي اخر او مقر اخر للنادي الاهلي في التجمع الخامس، وبتزود الانشاءات اللي بتحصل في الشيخ زايد لانه محتاج انشاءات والاعضاء عايزين انشاءات، عمل لهم انشاءات هناك مجلس الاداره، اللي بيحصل في الجزيره واللي بيحصل في مدينه نصر، وبالتالي ضغط من كل الجهات. فان شاء الله ربنا يعينه ويرجع بالف سلامه. كابتن عبد الظاهر السقا رئيسا لبعثه فيوتشر في ليبيريا، ويد الاهلي يكتسح عين توتا الجزائري في بطوله افريقيا للانديه 36-17 36-17 النهارده في ديربي مانشستر، مان سيتي بيقصوا على مان يونايتد بنصف دستة أهداف. المباراة خلصت كام بقى؟ 6-3 6-3 يعني نتيجة كبيرة جدا. هالاند جاب 3 أهداف، وفودن جاب 3 أهداف، ولكن الحقيقه ما اعتقدش ان يعني حد ممكن يكسر اللي بيعمله هالاند. هالاند لو مشى لو مشي بهذه الطريقه خلال الفتره اللي جايه 13 او 14 جون في الجوله التاسعه، الجوله التاسعه 14 جون، لو مشي بالمعدل ده اعتقد هيصل ل 65 70 هدف. لو فضل كده من جونين لثلاثه كل ماتش ممكن يصل ل 75 65 او 70 هدف، ودي ممكن ما تحصلش في التاريخ تاني. ما اعرفش الحقيقه يعني هل هيفضل مكمل بهذا الشكل؟ اما نشوف. ولكن في النهايه مان سيتي بيفوز على مان يونايتد 6-3. طيب دي كانت اخبارنا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي مش هنلاقي احسن من كابتن فتحي مبروك نتكلم معاه فيها. كابتن فتحي مبروك هيكلمنا عن النادي الاهلي، وهيكلمنا عن المنتخب، وهيكلمنا عن نتيجة 6-3 دي اللي حصلت النهارده. مان سيتي بيفوز على مان يونايتد 6-3، واللي بيعمله هالاند ايه الاعجاز اللي بيحصل ده؟ النادي الاهلي خلال الفتره القادمه رايه في مارسيل كولر. كابتن فتحي من الناس اللي موجوده في النادي على طول وبيشوف التمرين، يقول لنا رايه في هذا الامر، يقول لنا حاجات كثيره، صفقات النادي الاهلي. وكابتن فتحي تولى النادي الاهلي او تولى تدريب النادي الاهلي في اوقات صعبة جدا، وكان دائما او كان دائم النجاح مع النادي الاهلي. بعد الفاصل النجم الكبير كابتن فتحي مبروك في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. النجم الكبير والمدير الفني الكبير، واحد من الناس اللي احنا دايما بنحترمهم ومن رموز النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. ازيك كابتن فتحي؟ اهلا بك كابتن سلام، ازيك؟ ربنا يخليك، وانا سعيد اني معاك وسعيد طبعا في البرنامج الجميل التنس على هنا على طول، سعيد في البرنامج الجميل بيت الكبير حبيبي، ربنا ان النادي الاهلي طول عمره كبير الحمد لله، بنتشرف بيك دايما. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك، ده بيتك يعني، احنا اللي ضيوف من زمان، ده انا متربي في النادي. ايوه طبعا، بقول لك احنا اللي ضيوف عندك. طبعا اللي كانت من شويه كانت اهم المباريات اللي لعبها النادي الاهلي في شهر اكتوبر، او المباريات التاريخيه اللي لعبها النادي الاهلي يا كابتن فتحي في شهر اكتوبر، وكانت مؤثره في مسيره النادي الاهلي. احنا داخلين بقى على شهر 11 ان شاء الله، 27 11 بقى وقضيه ممكن، وشغل جامد جدا الشهر الجاي. احنا عاملينها بادئينها بقى احنا الشهر ده بدري شويه، لكن ان شاء الله برضو الشهر الجاي تبقى مع كل شهر جديد دايما هتبقى عندنا كل الماتشات المهمه، يعني مش طبعا مش عشان شهر 11 10 او 11 12 وكل شهر. وعندنا الشهر اكتوبر برضه في ماتشات مهمه. قول لي بقى انت يا كابتن. اتحاد المانشستير التونسي اول دوره 32 طبعا، ده ماتش، ده ماتش مهم، ده ماتش مهم جدا، ماتش مهم ببدايه طبعا. مدير فني اجنبي جديد وناس وصفقات جديده واسلوب لعب جديد وتكتيك جديد، فطبعا الامور كلها الناس برضه تبقى حاطه في اعتباراتها بدايه ان شاء الله يوم 9 اكتوبر المباراه الاولى. كيف تنظر لهذه المباراه؟ اولا قبل بس ما كيف تنظر لهذه المباراه، هذا الرجل كيف راه كابتن فتحي اللي انا عارفه، يعني ان انت موجود في النادي كل يوم وتقريبا متابع او متابع دائم للتدريبات، مش النهارده بس، طول عمرك يعني موجود وبتتابع التدريبات. شفت الراجل ازاي طريقه تعامله مع الناس مع اللعيبه، مع هل ليك رؤيه معينه تقدر تقولها لنا في هذا الامر؟
لا وبص عجبني شخصية الراجل يعني شخصية الراجل في حاجة كويسة جدا، يمكن عجبتني في سرية النهاردة إقامة التدريبات، حتى في سرية إقامة المباراة الودية اللي عملها مع طلائع الجيش مع أسوان، مع أخيرا طلائع الجيش بتروجيت وطلائع الجيش، كلها حاجات النهاردة برضو بيشوف النهاردة نوعية اللعيبة، بيشوف النهاردة فكر اللعيب، بيشوف النهاردة شخصية اللعيب. أوكي. وفي نفس الوقت النهاردة ما بيديش النهاردة إتاحة فرصة للناس تشوف أسلوب لعبه وتكتيكه وأدائه الكلام من ده. فده هل ده بيفرق يا كابتن؟ أنا بعتبره جزء من ذكاء مدير فني. أوكي. جزء من ذكاء، وخصوصا في بداية مشواره مع أي فرقة، إن هو بيقفل على الفرقة في التمرين وفي المباريات، دي حاجة كويسة جدا عشان حتى اللعيبة ما تبقاش النهاردة واقعة تحت ضغط، النهاردة ماتش ودي ومش زاعه ومش عارف إيه وكلام كتير، لا ده بيدي النهاردة ارتياحية للعيب، بيدي ارتياحية للجهاز الفني في تشكيله في أسلوب لعبه في اختياراته في كل هذه الأمور. آه فحضرتك شايف إن هو بشخصية جيدة؟ أنا شايف إن شخصية، حضرتك شايفه من مشاهداتك يعني؟ من مشاهداتي أو من خلال ما بستمع بشوفه أو الكلام ده كله، لا في ذكاء في التعامل بصراحة، يعني في ذكاء في التعامل، ودي البداية. دايما مدير فني يبقى النهاردة بيقفل على فرقته، اللعيبة نفسها تحترمه، الجماهير تحترمه، الإعلام يحترمه، النهاردة ما بيديش النهاردة حرية النهاردة إيه بيبقى أسلوبه إزاي، تكتيكه إزاي، شغله حتى في الوحدة التدريبية، سواء النهارده بيشتغل مع الديفنس وسط الملعب الفراوده، يعني في لقطات انا شفتها دلوقتي عندكم بيشتغل حاجات انديفيدوال، كلها حاجات انديفيدوال على الجول للفراوده وسط الملعب يعني. بشكل عام. بشكل عام. طيب مدير فني اجنبي اول مباراه بتلعب فريق، لسه كان معانا المدير الفني السابق للاتحاد المنستيري كابتن شهاب. نعم كابتن شهاب. كابتن شهاب كان المدير الفني السابق لفريق الاتحاد المنستيري، وقال لي لا ان هو فريق جيد جدا، واحنا عارفين طبعا، لكن هو كمان اتكلم على ان هو فريق جيد جدا وواحد من افضل الفرق اللي موجوده في تونس خلال الاربع خمس سنين الاخيره. شفت تصريحات المدير الفني يا كابتن فتحي، مدير فني لدراكوفيتش، المدير الفني لاتحاد المنستيري، بيتكلم على ان النادي الاهلي احنا ضعاف جدا، الحاجات اللي حضرتك، الحاجات المعنويه، الحاجات اللطيفه دي. بس هل ده ممكن، هل ده مقبول يعني؟ هل مقبول ان انا اروح اقلل من فريقي عشان خاطر انظر اخلي لعيبتي يسخنوا مثلا، ولا ايه؟ مش فاهم. هو بص برضو يعني ده بيعتبر شغل مدرب. أوكي. شغل المدرب النهارده بيجي زي عارف الحرب البارده. اوكي. حرب البارده النهارده يجي النهارده يقول لك انا ما عنديش سلاح، ده انا النهارده خاف من العدو، خاف مش عارف ايه، هو كده. هو النهارده بيقول لك ان انا النهارده النادي الاهلي، النادي الاهلي قوي، لان النادي الاهلي على المستوى الافريقي واخد بطولات كتير جدا. أوكي. النادي الاهلي على المستوى الافريقي، كل الدول في افريقيا عارفاها، كل المنتخبات وكل الانديه. فهو النهارده يعني ما يجي يوزنها، ما يجي يعمل توازن، النهارده الاهلي اقوى بكتير واعنف بكتير واحسن في كل شيء. فهو النهارده بيتكلم بواقعيه. بس احنا اتعلمنا منكم يا كابتن ان مثل هذه المباريات 50 50، اوعى مهما كانت الظروف. انت افضل، انا قلت حتى الكلام ده، انتوا افضل، انت احسن، انت خبرتك اكبر، كل حاجه، ولكن الملعب 11 ضد 11 حاجه مختلفه. طبعا بيبقى في هدف عند كل مدير فني، يعني هدفي مثلا ان انا النهارده مسافر تونس هلعب هذه المباراه يوم 9 بره ملعبي. النهارده ايه الاسلوب اللعب اللي هلعبه، ايه التكتيك اللي هلعبه، ايه التشكيل اللي هلعب بيه، كل هذه الامور النهارده المدير الفني بيترجمها قبل الماتش باربع خمس ايام. مدير فني مارسيل كولر يعني. ويقعد مع اللعيبه ويتكلم ويشوف ويشرح ويجيب كل خط لوحده. انا كنت بعمل كده يعني، لما كنت مدير فني كنت اجيب كل خط لوحده واقعد اتكلم معاه كل الناس عشان يبقى داخل المباراه النهارده مش واقع تحت ضغط، لا النهارده عارف اسلوب لعب الفرقه، وعارف النهارده مين اللي عندهم كويس، وعارف كل هذه الامور. فالنهارده المدير الفني بيتكلم النهارده النادي الاهلي، ما هو لازم يقول النادي الاهلي كويس، دي حاجه طبيعيه وحقيقه يعني النهارده. بس ما يضعفش من نفسه يعني. ما بيضعفش ده الكلام ده، بس ممكن يكون بيقوله اعلاميا. اعلاميا فقط. ولكن أوكي. ولكن داخل غرفه الملابس لا، كلام تاني خالص، مختلف خالص. أوكي. يعني مختلف خالص للاعيبته، لا احنا احسن، احنا نلعب بالاسلوب كذا. وانت عارف دول شمال افريقيا دي بالذات، او الانديه دي في شمال افريقيا بالذات، المباراه الاولى دايما يبقى عنده حوافز عاليه قوي، وخصوصا المباراه الاولى عنده بيبقى عنده حوافز هجوميه وعنده خطه هجوميه وتكتيك هجومي وكل هذه الامور. النهارده بيستفاد النهارده من وجود جماهير، بيستفاد النهارده زي ما قلت لك من دفعه عاليه جدا للعيبه، ان المباراه الاولى يعني هي دي اللي هتديك ان انت تذهب بعد كده. طيب قبل ما اكلم حضرتك عن الاتحاد المنستيري، النادي الاهلي برضو خليني عند النادي الاهلي وعند المدير الفني. مدير فني اجنبي بقاله اسبوعين او ثلاث اسابيع بدايه فتره اعداد جديده بعد اجازه
معظم اللاعبين خدوها وهي الاولى من ثلاث سنين تقريبا. اللي هم لعيبه المنتخب كانوا خدوا لعيبه المنتخب 7-8 لعيبين يعني، وده كان احسن يعني. اللعيبه برضه انت عارف مع هذا القرار طبعا، لان حمل المباريات كتير جدا، ضغط المباريات كان كل ثلاث ايام ماتش، في لعيبه تحس ان حتى في الملعب مش هو مش قادرين مش قادرين النهارده صحيح. حتى بيبان قوي في الشغل التكتيك ده هنا الباسنج الدريبلينج بيبان قوي في الحاجات دي طبعا. فاللعيب النهارده طالما ذهنيا ومجهد هتلاقي فيه اخطاء كتير، هتلاقي ان هو مش قادر حتى يقوم بالدور بتاعه يعني. فبدايه جديده لهذا الرجل مع فريق جديد او مع مجموعه لاعبين. انا شخصيا يعني انا حتى الناس قعدت تتريق عليا تقول لي يا عم اسلام احنا جايبين ثلاث صفقات مش 11، اقول لهم يا جماعه يعني احنا جايبين 11، ثلاثه اللي هم اللي هو شادي ومصطفى سعد وسافيو خلاص، وعندنا ثمان لاعبين خدوا اجازه شهر. فبعد انا بعتبر ان دول ثمان صفقات جديده يا كابتن. لا والله انا ما اعتبرش كده. ليه؟ هقول لك ليه. الثمانيه دول لعبوا ولا ما لعبوش؟ لعبوا طبعا، عناصر اساسيه في النادي الاهلي ولا عناصر اساسيه حتى في منتخب مصر طبعا، لكن خدوا روح. لا طبعًا. خلاص دول النهارده ما بيقعش تحت ضغط، النهارده عايز يثبت ذاته، وكانوا لانه خلاص ده بالظبط الناس كلها عارفاه والجماهير كلها عارفاه والاعلام عارفينه وجماهير وعايز يرجع لمستواه بس، والجماهير كلها عارفاه وجماهير الاهلي عارفاه. فخلاص النهارده اللعيب الجديد اللي هو ثلاث مستويات او الثلاث صفقات اللي جايين دول بقى اللي عايزين يثبتوا ان هم يعني يستحقوا الانضمام للنادي الاهلي. لا هو كان الكلام عليه يا كابتن ان النادي الاهلي، الناس شايفه ان النادي الاهلي ما عملش صفقات وكذا، فقلت لهم يا جماعه ما هو احنا عندنا ثمان صفقات بيعتبروا جداد، لان دول اللعيب. انا وجهه نظري ان قفشه بعد شهر اجازه هيبقى مختلف عن قفشه قبل الشهر، شناوي بعد شهر اجازه هيبقى مختلف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو، الناس اللي خدوا اجازات، معلول، كل الناس اللي خدوا اللي هم لعبوا اللي هم كانوا اساسيين. فلما هيرجع هتلاقي علي معلول بتاع ما قبل الشهر بتاع اول السنه، مش بتاع اخر سنه اللي هو مجهد ومش قادر والكلام ده كله. مش هتلاقي محمد، هو ده قصدي، مجدي قفشه، بس مش صفقه جديده. لا مش صفقه جديده طبعا. لا هم مليون في الميه مش صفقه جديده طبعا، لان هم خلاص النهارده على المستوى النهارده المحلي والمستوى الافريقي النهارده كل الناس عارفاهم. يعني النهارده ما يعرفش مجدي امين، ما يعرفش علي معلول، ما يعرفش الشناوي، ما يعرفش حمدي فتحي. كل الناس عارفه الناس طبعًا. دي عمرو السوليه، كل الناس عارفه الناس دي. يعني النهارده ما بيقعش زي ما قلت لك، حتى لو ابتدى النهارده فتره اعداد وابتدى ماتشات مش هيبقى واقع تحت ضغط جماهير وضغط اعلامي ان هو يثبت نفسه، ان لسه داخل النادي الاهلي وعايز يثبت نفسه. طيب الراجل جه صفقات مع لاعبين خدوا راحه مع بدايه موسم، مع كل حاجه بنعتبرها زي زمان اللي هو احنا خدنا شهر اجازه وعملنا شهر اعداد والمفروض هنلعب بقى خش على المباراه الرسميه. خش على المباراه الرسميه. كيف ينظر او كيف يتصرف المدير الفني الاجنبي على لانه هو خلي بال حضرتك برضه هو عارف النادي الاهلي واتفرج على فيديوهات وكذا وكذا، ولكن اللاعبين هو ما بقالوش الشهر معاهم. بص يعني دائما عرف كره القدم، عرف مدربي كره القدم، عرف النهارده ازاي انت بتستثمر فترات الاعداد في مباراه وديه. المباراه الوديه يا كابتن اسلام بتاخدها بالتدرج. ايوه بتاخدها بالتدرج. ليه؟ النهارده زي ما انت بتقول ان هو عايز يعرف اللعيبه، عايز يعرف امكانيات اللعيبه، عايز يعرف الاسلوب الامثل للعيبه ايه، عايز يعرف كل واحد النهارده في التيم ده فرقه النادي الاهلي دي بيعمل ازاي إيه؟ بيعمل ايه او شغله ايه. فالنهارده بيبتدي بالتدرج زي ما قلت لك، النهارده بيبتدي بتروجيت بقى اسوان طلع الجيش، فكل هذه الامور بتدي له رؤيه كويسه جدا. أوكي. رؤيه فنيه للعيبه. وفي نفس الوقت هو بيفرض بقى، بيفرض اسلوبه، بيفرض واجباته على اللعيبه الجناح هنا، بيفرض طريقه لعب كمان طبعا طبعا. يعني هو دلوقتي من المفترض ان هذا الرجل قدر يفهم مجموعه اللاعبين، حتى خصوصا بعد كمان رجوع اللاعبين الدوليين ليه، اعتقد انه قدر يفهم كل اللاعبين ويقدر يضع الخطه المناسبه. هي بقى بتبقى من وجهه نظره ولا لما بيشوف اللاعبين كلهم قدام عينه؟ لا هو بيحط تكتيكه، يحط اسلوب لعب واللعيبه بتنفذ. اوكي. هو بقى النهارده بيختار اللاعب اللي ينفذ. خلي بالك برضو الاجنبي بيبقى ذكي في الحته دي طبعا. النهارده مين بينفذ لي اسلوبي؟ مين بينفذ لي تكتيكي؟ النهارده مين النهارده بياخد التعليمات وبينفذها؟ فده اللي هيديله ارتياحيه في اختياره حتى في التشكيل. فبالتالي هو يقدر يختار من المجموعه اللي قدامه. من المجموعه اللي قدامه. ده اللي هيعمله الفتره اللي جايه. طب ولكن برضو خلي بالك يعني برضو خلي بالك يعني برضو هو عارف تشكيل النادي الاهلي، وعارف طبعا الناس بتدي له طبعا خبرات والحاجات دي طبعاً. ودي مش عيب ان المدير الفني النهارده يحاول بقدر الامكان يستفاد النهارده من الجهاز الفني، من الناس اللي مسؤوله، الفرقه اللي كانت بتلعب ده وده، بيستفاد النهارده عشان يقدر على الاقل يا كابتن اسلام 70% 80% من التشكيل الاساسي يبقى متواجد. ما يقدرش يدي كيان فرقه طبعا.
طبعا ما يقدرش يدي كام فرقه والنهارده الاعلام عارفهم والجماهير عارفاهم لا ما يقدرش. يعني هو اذا كان هناك تغيير ممكن يبقى في مركزين في اثنين لعيبه في ثلاثه لعيبه، وزي ما قلت لك دول اللي بينفذوا له اللي هو عايزه، اللي هو عايزه وشغله وهو فيه اللي هو عايزه. طبعا طبعا. طيب مباريات شمال افريقيا تحديدا دايما بتبقى مباريات لها وضع خاص وتنافس شديد. ايه راي حضرتك في هذه؟ وطبعا انا يمكن عشت هذه التجارب، ويمكن مش عايز اقول لك برضو يمكن كنت ماسك في الفريق الاول، ويمكن الافريقي التونسي في تونس برضو كنت واقع تحت ضغط جماهيري كبير كبير جدا. والافريقي كمان الافريقي، والافريقي طبعا كان عنده لعيبه كويسه جدا، وعلى مستوى فرق تونس كان كويسه جدا. ولكن انا تعاملت، يمكن تعاملت هناك في منتهى الذكاء، تعاملت في مصر في شيء وتعاملت هناك شيء اخر. تعاملت هناك طلعت درون، والماتش وصل لضربات الجزاء الترجيحيه وكسبت هذه المباراه هناك يعني. والجماهير، جماهير الافريقي التونسي والله مش عايز اقول لك، كابتن اسلام شجعت الفرقه بعد التمرين بعد المباراه ان انا تخطيت هذا الدور يعني. النادي الاهلي، النادي الاهلي كانت مباراه حلوه قوي قوي قوي، بقول لك ضربات جزاء ترجيحيه كسبنا بيها يعني. وهنا عملت ايه؟ احنا هنا تعادلنا، وهناك برضو كسبنا بمرات يعني. هنا برضو يعني هنا تعادلنا وهناك تعادلنا. خلي بالك برضو هم بيلعبوا باسلوب يعني، في القاهره بيلعبوا باسلوب، انت عارف شمال افريقيا دايما اسلوب بيبقى حريص جدا، وخصوصا من الناحيه الدفاعيه. النهارده ازاي يستهلك الوقت؟ ازاي النهارده يخليك؟ ما زالت الامور دي موجوده لغايه دلوقتي يا كابتن؟ طبعا دول شمال افريقيا في الحته دي لا مميزين فيها جدا، ودايما بيلعب على الوتر النفسي يعني. حاجه بقى النهارده العامل النفسي، عارف ان في جماهير، وعارف ان جماهيرها هتستعجل اللعيبه وتستعجل الفرقه وتقعد تنادي وتقعد تستعجل، فهو بيلعب على العامل النفسي ده برضو مهم جدا جدا في المباريات زي كده. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير والمدير الفني الكبير كابتن فتحي مبروك. الكابتن فتحي مبروك كل ما بيعوضه الاهلي بيلاقيه، كل ما مدير فن بيمشي هو بيجي بيسد مكانه، وبيجي بيعمل لقاءات جامده وبيقف كاني مدير فن اجنبي. مبارياته بيمسك في اوقات صعبه، والحمد لله بيكمل المسيره على اجمل وجه، وهو كان لعيب كبير ومدرب كبير، في اوقات صعبه النادي الاهلي بيحتاجه بيلاقيه. هم دول ولاد النادي، هم دول المدربين الاكفاء. كابتن فتحي مبروك غنى عن التعريف، وقت الصعبه في الظروف الصعبه بتلاقي راجل بجد. طبعا كابتن فتحي مبروك غنى عن التعريف، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك طبعا هو مصعد كابتن رمضان صبحي وكابتن كريم بامبو، وعامل انجازات مع النادي الاهلي ومشرف النادي في افريقيا وقدوه يعني في التدريب. اقول له بصراحه ان هو يعني كابتن مبروك ده افضله كتير قوي كلاعب وكمدرب، ودايما بيجيبوه في الازمات. خلي بالك دي مهمه جدا يعني، هو وكابتن زيزو دايما بيجيبوه في الازمات، بس لان هو يعني 100 100. كابتن فتحي مبروك من احسن الكباتن اللي مسكت فرقه النادي الاهلي في الفترات الانتقاليه، كان ايام فتره التنقلات الكتير جدا بين مدربين، فادى اداء كويس جدا، والماتش كسب الزمالك 2-1 وكسب ماتشات كتير جدا مهمه. كابتن فتحي مبروك احب اوجه له كل الشكر وكل التحيه للفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، وهو مدير قطاع الناشئين كمان، كان طلع ناشئين كويسين جدا جدا فتره لا كريم بامبو والناس دي، برضو طلع ناشئين كويسين جدا. وكابتن فتحي مبروك احب اوجه له كل الشكر يعني. كابتن فتحي مبروك يعني كابتن عظيم، واشتغل مع الجوهري وكان ماسك ناشئين الاهلي، وشخصيه عظيمه في الكوره يعني. وكان مره مسك ماتش، كان مره مسك الاهلي في ماتش حرس الحدود وكسبنا 4-0، وادى اداء كويس يعني مع الاهلي، وخرج ناشئين كتير. طيب ده كان كلام مهم طبعا لكابتن فتحي مبروك، نجم كبير واسطوره كبيره من اساطير النادي الاهلي، ويشرفنا دائما ان هو يكون معانا في كل حلقات البيت الكبير. راجل محترم الحقيقه، ودايما بنستفيد من وجوده معانا كابتن فتحي، يعني حب الجمهور ده لا يقدر. دي انا بشكرهم جدا جدا يعني. الناس بتتكلم بواقعيه، الناس بتتكلم بصراحه، الناس بتتكلم
عندها عشق اولا للنادي الاهلي عندها عشق للنادي الاهلي وعندها عشق النهارده اي مدير فني اي مدير فني مصري النهارده بيمسك نادي الاهلي في توقيتات صعبه جدا بيعمل بطوله بيعمل انجاز وبيعمل مباراه كويسه فانا كل الشكر والتقدير للجماهير المصريه العظيمه جماهير النادي الاهلي دي اللي اتكلمت على فتحي مبروك كويس بصراحه انا اخري كابتن فتحي برده النهارده كان بالمناسبه قبل ما اخش تاني على الاهلي والمنتخب والكلام النهارده كانت في مباراه منتخب مانشستر سيتي مانشستر يونايتد لا بصراحه لا ما اتفرجتش عليها خالص 6-3 ايه 6-3 لا مانشستر سيتي فرقه كويسه فرقه خلاص النهارده عندها خبرات النهارده بقت فرقه النهارده متمكنه في الدوري الانجليزي يعني النهارده بتقدر تشوف فرقه النهارده بتلعب كره باسلوب عارف الاسلوب اللي سهل جدا الوصول للمرمى بطريقه سريعه لا فرقه مانشستر هل كنت تتوقع نجاح هالاند بهذا الشكل نجاحه بهذا الشكل الكبير جدا يعني 14 جول في 9 ماتشات او في 8 ماتشات ما هو حسب النهارده وجود النهارده التلت الهجومي زي ما قلت لك هدافين ولا مش هدافين عندهم النهارده حاجات جمل بيعملوها النهارده جمل حافظينها الضربات الثابته كل هذه الامور بتستثمر النهارده في وجود عدد كبير من الاهداف زي ما بتقول يا كابتن يعني النهارده خلي بالك وبعدين النهارده برضو ضعف النهارده الفرق الخطوط الدفاعيه ضد الفرق اللي بتلعب معاها جدا الموضوع ده برضو يعني النهارده مانشستر يتغلب 6 6 ويجيب 3 6 ده في دور في 6 لا انا قصدي النهارده في هزه دفاعيه جامده 6 اهداف لا كتير قوي وعندما سئل تنهاج على المدير الفني طبعا لمانشستر يونايتد على رونالدو قال لهم انا ما رضيتش عشان ما ضيعش تاريخه مش نزله والله قال كده تصريح هو دايما على فكره بينزله في ثلث ساعه ما نزلوش قال لك انا ما نزلتوش وبينزله في ثلث ساعه نص انا اتفرجت على مانشستر يونايتد قبل كده بينزله في ثلث ساعه في نص ساعه الاخيره يعني حتى غالبا ما عندوش قناعه قوي غالبا الله اعلم ما اقدرش افتي في حاجه زي كده ليه ما هو لما كان رونالدو عايز يمشي قعده كان عايز يقعده وفضل مقعده وعايز يعني انت اتفرجت على مانشستر يونايتد قبل كده كان بيلعبوا في نص ساعه الاخيره في الثلث ساعه الاخيره صحيح طيب هل تفتكر ان هالاند هيكمل بهذا الشكل هدفين وثلاثه هدفين وثلاثه كده ده 14 جون في 9 ماتشات يعني لو فضل ماشي كده ممكن يجيب 60 70 جون ممكن ما هو زي ما قلت لك هي بتبقى اسلوب لعب تكتيك النهارده العناصر اللي عنده هل العناصر اللي عنده النهارده عندها النهارده الحواجات النهارده التكنيك عالي جدا لتسجيل اهداف عنده كتير لعيبه كتير جدا عشان بقول لك النهارده بيكسب 6 مانشستر يونايتد 6 لا يبقى النهارده في فكر مدير فني وعنده اللعيبه اللي بتطبق هذا الفكر وعنده اللعيبه اللي عندها المواهب في التسجيل. طيب نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي بثلاث صفقات استطاع النادي الاهلي ان هو يبرم هذه الصفقات حتى الان رسميا تم الاعلان عن ثلاث صفقات برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد. راي حضرتك؟ هو بس طبعا النادي الاهلي يمكن لجنه التخطيط طبعا مسؤولين عن حته التعاقدات دي طبعا. حاجه بتبقى ايجابيه وهم شايفين احتياجات الفريق الاول فخلاص هم النهارده عملوا الثلاث صفقات دول ولكن النهارده الثلاث صفقات دول يا كابتن هيبانوا بقى خلاص المدير الفني يقدر النهارده يستشف النهارده يشوف اللعيبه دي النهارده يقدر النهارده يلعبها الماتشات الوديه اللي جايه الماتشات الرسميه يقدر النهارده يديك النهارده نتيجه فعلا الصفقات دي يستحق النادي الاهلي ولا لا يعني في صفقات كتير جدا كانت مش عايز اقول لك يعني مش عايز ادي امثله واسماء عشان ما حدش يزعل مني كانت مكسره الدنيا في انديتها وجات النادي الاهلي لا اقل جدا من المستوى اللي كانت فيه في انديتها فالنهارده النادي الاهلي ما يكون فيه شادي روحه كويسه عنده عزيمه عنده باور بيتحرك كويس لا يقدر يعني يقدر وخصوصا مركز راس الحرب عندنا يمكن في النادي الاهلي في احتياج لمركز راس الحرب يعني في احتياج لمركز الحرب ومصطفى ميسي طبعا من اللعيبه الكويسه اللعيبه المهاري جدا اللعيبه اللي بيقدر برضه في الثلث الهجومي يبقى عنده حلول فرديه عنده حلول فرديه كويسه قوي فيقدر برضه اتمنى ان الصفقات دي ان شاء الله كده تبقى النهارده تدي تقل لفرقه النادي الاهلي برونو احنا لسه ما شفناهوش لا لسه ما شفناهوش ما نقدرش نحكم عليه ولكن من الفيديو اللي شفته ليه اهداف وبتاع راي حضرتك فيه انا ما اقدرش احكم عليه اللي ما شفتوش فعلا ما اقدرش ولكن ده برازيلي البرازيلي دايما بيتمتع بالمهارات العاليه جدا بالرؤيته الحلوه قوي في الملعب بالحاجات زي ما قلت لك اللي فيها النهارده الشك الانديفيدوال الحاجات النهارده مهاريه كلها عايز يعدي النهارده عايز يعمل حاجه النهارده عايز يعمل باسنج النهارده حاجات كويسه مهاريه يقدر يستغلها برضو الفتره اللي جايه ان شاء الله تقييمك للموسم اللي جاي يا كابتن في ظل ان معظم الانديه دعمت بصفقات قويه جدا
بص يا ابو الكباتن، التدعيم ده حاجه خلاص مفروضه للانديه. يعني اي نادي النهارده بيستثمر فتره الراحه، بيستثمر فتره الاعداد في وجود تقرير مدير فني. ما هو النهارده الصفقات بتيجي عن تقرير مدير فني. مدير فني بيقول انا الاحتياجات، انا عايز في المركز الفلاني عايز كذا وكذا وكذا وكذا. وزي ما قلت لك النهارده المقابل المادي، مقابل النقدي بيحرك اللعيب، يعني بيحرك اللعيب النهارده للاتجاه للفرقه اللي عايزها. وبعدين هو عايز برضه يروح فرقه النهارده فعلى على نطاق الدوري الممتاز تكون ليها سمعه كويسه، ليها جماهير، ليها اعلام. النهارده بيبقى عنده دوافع اللعيب برضه. اللعيب النهارده دخل النهارده في منظومه الذكاء، ما يروحش اي فرقه، لا يروح الفرقه النهارده اللي هيكسب منها. هيكسب النهارده اسم تاني، هيضيف على اسمه اسم جديد. زي ما قلت لك المقابل المادي برضه حاجه تانيه. وفي نفس الوقت مجلس اداره والناس المسؤوليه عن كره القدم في اي نادي بيخلوا اللعيب ده يروح. اللي حضرتك شايفه كده، مين الفرق اللي انت شايف ان هي عملت تدعيمات قويه ممكن جدا تنافس بيها؟ هو ما تقدرش تقول منافسه، لا يعني ما نقدرش نقول يعني ما نقدرش نقول نافس، ولكن في فرق عملت تدعيمات، فرق جابت يعني صفقات، بس الصفقات دي في حدود استراتيجيه. النهارده مدير فني ومجلس اداره ان انا عايز اوصل لمركز خامس سادس سابع، فالصفقات النهارده بتتناسب مع المراكز دي، مراكز او الاستراتيجيه اللي عايزينها. في النهارده تاني يقول لك انا عايز انافس على الدوري، عايز اخش المربع الذهبي، فبيجيب الصفقات النهارده تتناسب مع الهدف اللي عنده. يعني الهدف الاول طبعا. طبعا النهارده هروح ادفع مثلا في 50 مليون في لعيب وانا النهارده مركزي مهزوز في مركز اخير؟ لا طبعا. فالنهارده الصفقات النهارده بتعادل انت عايز ايه في الدوري الممتاز، عايز تقعد، عايز النهارده تبقى في مركز خامس، عايز السادس. يعني فيوتشر النهارده عنده صفقات كويسه جدا. بيراميدز عنده صفقات كويسه، النادي الاهلي النهارده عامل صفقات كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي الحمد لله عنده عدد كبير جدا من اللعيبه وعنده وفر كبير في جميع الخطوط. يعني هل هناك مراكز اخرى من الممكن ان النادي الاهلي يدعم فيها؟ لا انا مش شايف، لا مش شايف، لا بصراحه لا. لان النادي الاهلي لما تيجي النهارده تستثمر النهارده حتى قطاع الناشئين، هتلاقي لعيبه تقدر النهارده خش النهارده الدرجه الاولى. وشفناها احنا ماتشات كاس اشرف مثلا، وشفناهم لعيبه كويسين ولعيبه على مستوى ولعيبه عندها ثقه. وكل ما اللعيبه دي بتعيش في جو الفريق الاول هتلاقي ثقات كويسه جدا وهتلاقي فنان زادت. شوف انا بقول ايه، ما تعيش في جو الفريق الاول، يعني تبتدي تاخد تشتغل مع تشتغل تمرين تشتغل، هتلاقي اللعيبه دي زادت مستوى الفني يعني. طيب نزلنا الشارع عشان نسال الناس عن صفقات النادي الاهلي الجديده ورايهم في هذه الصفقات، ونرجع نكمل نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. صفقة كويسة طبعا، شادي وسعد وميسي وسافيو ورجوع كهربا تمام، وكنا محتاجين حد جنب علي معلول برضو. الأهلي بيرجع لأمجاده، ومرحب بالصفقات الجديدة لأن ده عملية تفكير منظم، عملية إدارة، عملية فن، فإحنا بنرحب بالناس دول وهيثبتوا وجودهم بإذن الله، والأهلي هياخد بطولات بإذن الله. أحمد سعد ميسي طبعا لعيب كويس كان مع سيراميكا كليوباترا، برونو صافيو ادينا هنشوفه برضه هيعمل ايه، وان شاء الله يعني خير. يعني النادي الاهلي بصراحه اليومين دول يعني عنده صفقات قويه، انا شفت كل اللي جابهم، شايف لهم موتوشا وشايفهم ما شاء الله، يعني لا للسنه دي هيبقى اقوى فريق في الدوري. برونو صافيو، احمد ميسي، شادي حسين، كلهم لعيبه كبار، وان شاء الله الاهلي النادي الاهلي نادي كبير، وربنا يكرم ياخد الدوري السنه دي. ده رقم واحد على الكوكب. احنا كنا محتاجين نجيب مهاجم اجنبي كويس، وكنا محتاجين نجيب مدافع برضو جنب الاثنين الموجودين، بس السافيو كويس وشادي حسين كويس وميسي كويس، وعوده كهربا طبعا هتبقى مفيده جدا جدا لينا. صفقات ممتازه طبعا وعشرة على عشرة، بس يا رب ترجع روح الفنانه الحمراء تاني اللي احنا بنطلبها في الاداء. بس صفقات الاهلي السنه دي مختلفه شويه، يعني السنه دي احنا ما جبناش صفقات كتير، بس على الاقل احنا جبنا كواليتي بتاعت لعيبه كويسه. واتمنى الصفقه الاخيره اللي هي بتاعه مارسينيو دي تتم، لان بصراحه مارسينيو لاعب مهاري حريف برازيلي، طبعا مع كهربا رجوعه مع صفقات مع الاعارات اللي احنا قطعناها ورجعت حاجه كويسه جدا. وما
من الواضح ان هناك يعني اطمئنان على النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اقتناع اقتناع كمان بالصفقات واقتناع ان شاء الله بمستوى النادي الاهلي. اصل البعض كان الاول بيتكلم على ان احنا صفقات قليله. ما قليله بس النهارده انت زي ما قلت لك قليله بس كام اصلا يا كابتن؟ بس انت محتاج ايه؟ بالظبط. ما انا ما اقدرش النهارده اجيب 10 صفقات انا مش محتاجهم. صح. انا بقول لك ان الحمد لله فرقه النادي الاهلي فيها في كل مركز اثنين في صفقات النهارده، صفقات بتتم النهارده. ايه المراكز اللي انت عايزها؟ ودي زي ما قلت لك بتبقى رؤيه مدير فني او لجنه التخطيط او الناس اللي بتعيش في جو كره القدم في النادي الاهلي. فالنهارده كل هذه الامور بتتم عن طريقهم، ما تتمش النهارده وخلاص. ما اقدرش اجيب 10 صفقات وانا مش محتاج، انا محتاج النهارده 2 3 4 حلوه قوي. كفايه مش لازم بقى طبعا الكم، لان عندك النادي الاهلي موجود. يعني زي ما قلت لك لو جيت في كل مركز، في كل مركز هتلاقي 2 3 في كل مركز. بس السنه اللي جايه يا كابتن انا برضو عندي دائما هذا التخوف. السنه اللي فاتت واللي قبلها سبب من اسباب خساره النادي الاهلي دوري هو التحكيم في مصر. هل من الممكن ان يتم تجاوز هذا الامر خلال هذا الموسم ولا لا؟ الموسم هو القادم يعني. هو قطعا دي يمكن برضو يعني بنقول كل سنه كده قطع لجنه الحكام هي برضو بتاخد كل المؤشرات اللي عايش في الراي العام والاعلام والجماهير وكل دي بياخدها يحطها الموسم الجديد. كل هذه الامور في الموسم الجديد بتقدر تعالجها، عشان النهارده ما بقاش فيه هجوم على الحكام، ما بقاش فيه هجوم على لجنه الحكام. مش في النهارده في لجنه الحكام النهارده حد اجنبي هو اللي بيقود لجنه الحكام. فطبعا كل هذه الامور لازم بيترجم له، لازم بتوصل له هذه الامور عشان يقدر يعالج الاخطاء التحكيميه اللي وقعت السنه اللي فاتت ادت الى خساره النادي الاهلي البطوله. فكل هذه الامور انا شايف انها حاجه ايجابيه، ان هم عارفين دلوقتي ان في كان هجوم على لجنه الحكام، ان الاهلي خسر بطوله الدوري بسبب التحكيم. طيب راي حضرتك او تقييمك لرابطه الانديه المحترفه في الموسم الاول السنه اللي فاتت؟ لا هم شغالين كويس بصراحه، يعني شغالين كويس وعاملين نظام كويس، وحتى في دوري الدرجه الثانيه الدوري الاولى عاملين برضو دوري محترفين، فهم بيحاولوا بقدر الامكان. لا هو رابطه الانديه ما لهاش علاقه بالدوري الممتاز فقط، دوري الدرجه الثانيه هيتعمل له ما انا بقول لك كده هيتعمل له كده. فطبعا هم بيدرسوا كويس قوي، بيدرسوا الامور كويس قوي، وعندهم ايضا حاجه عايزين ينهضوا بكره القدم المصريه ويبقى ليهم بصمه دائما ان هم عملوا حاجه جديده. يعني كاس الرابطه. كاس الرابطه دي كانت حاجات من الحاجات بتاعتهم. بتدينا ان احنا نعرف، بتدي الانديه كلها ان انت تشوف ناشئين بتوعك. وبتدي الانديه تشوف ناشئين، وبتدي الانديه تبقى عايز تريح زمن، تريحت كمان 8 في النادي الاهلي. بتدي برضو فتره النهارده، يعني فتره النهارده تقدر تشوف الناشئين زي ما انت قلت، فتره النهارده تشوف لعيبه جديده. معظم الفرق الحقيقه في كاس الرابطه كانت بتشرك ناشئين، اشتغلوا على ناشئين كل الفرق. وده حق مشروع، وحق النهارده كاس الرابطه برضو مش هدف كبير قوي. يعني مش هدف كبير قوي عند الانديه. في النهارده الانديه بتدي النهارده اللي عنده قطاع ناشئين كويس بيقدر يستثمر قطاع الناشئين في وجود 3 4 لعيبه بيقدر يشتغل بيهم. هل هناك تنسيق ما بين اتحاد كره القدم وما بين الرابطه في ظل الامور اللي احنا شايفينها؟ يعني في الاول دايما كنت تلاقي ان اتحاد الكوره عنده خناقات دايما مع الرابطه والرابطه عندها خناقات. هل السنه اللي فاتت شفنا هذا التنسيق؟ لا لا غالبا هيبقى الموسم الجاي فيه تنسيق غالبا. غالبا برضه بص اي سلبيات بتبقى في الموسم ده لازم السلبيات بيحاولوا تتداركها الموسم القادم. عشان ما يبقاش فيه هجوم على اتحاد الكوره، ما يبقاش فيه هجوم على اللجنه. بس الامور كلها بتتم في نطاق النهارده بتتناقش بدري. يعني تتناقش بدري، ما تجيش النهارده في خلال المباراه تتناقش، لا شوف انت ايه السلبيات وحاول تعالجها بدري يعني. طيب برضو من الفرق يا كابتن اللي احنا دايما بنتكلم عنها الفرق الصاعده، حرس الحدود، الداخليه، واسوان. الثلاث فرق دول هل دايما احنا عندنا قاعده بتقول الصاعد هابط؟ مش شرط. مش شرط. لا 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 مش هم كمان عاملين، يعني الداخليه عامله حاجات كويسه، صفقات جيده، اسوان عامل صفقات جيده ايضا، بقيه الفرق عامله صفقات جيده، وبالتالي هل الثلاث فرق دول ممكن يقعدوا السنه الجايه في الدوري؟ هو بس طبعا يعني ما تيجي تبص النادي الشعبي مين؟ اسوان. اسوان شعب النهارده عنده برضه خلي بالك امكانيات، يعني عنده امكانيات النهارده جماهيريه كويسه جدا، عنده امكانيات ممكن تساعد، فممكن كابتن ربيع ياسين برضه وكابتن ربيع، فممكن الكابتن ربيع يستثمر يجيب صفقات كويسه
وزي ما قلت لك النهارده رؤيه المدير الفني احتياجاته ممكن يجيب صفقات كويسه. زائد زي ما قلت لك الدعم الجماهيري للفرقه برضو من الحاجات الايجابيه. يعني احنا نفسنا دايما نشوف الانديه الشعبيه ونفسنا نشوف انديه شركات وكل حاجه، ولكن الانديه الشعبيه بتثري الحقيقه الدوري. لما يبقى عندك اسوان بيلعب الاهلي مثلا والمفروض لو في جمهور كنت تلاقي استاد اسوان مليان. كنت استاد اسوان مليان، انا حضرت الحاجات دي كلها. فطبعا اتمنى عوده الجماهير طبعا عشان تقدر تستثمر فعلا الوجود الثلاث فرق اللي طالعين دول. حرس الحدود يمكن ما عندوش جماهير برضو، ما تقدرش الداخليه برضو يمكن قليل جدا، ولكن النهارده النادي الشعبي اللي عنده اسوان عنده النهارده عنده جماهير كتير جدا في استاد اسوان، ده بيبقى مليان ما شاء الله. كابتن ربيع، هل من الممكن ان احنا نشوف تجربه نجاح جديده لكابتن ربيع ياسين مع اسوان؟ اتمنى الكابتن ربيع يبقى يعني الاستفاده برضو، خلي بالك اتفضل، ان هو مسك فرقه بتروجيت فتره طبعا. الاستفاده دي بترجع كويس جدا جدا على مدير فني، ان انا بستفاد جوانب فنيه، بستفاد النهارده معامله لعيبه، بستفاد النهارده الترابط بيني وبين الجهاز، بستفاد النهارده ازاي اتعامل مع مجلس اداره احقق الهدف اللي انا عايزه، بستفاد النهارده معاملتي مع الاعلام مع الجماهير، كل دي واقع. الكابتن ربيع هيستفاد لان النادي اسوان نادي شعبي، نادي شعبي ونادي جماهيري. فلازم النهارده يبقى هو عنده هدف كمان ان النتائج تبقى ايجابيه كويسه جدا. كابتن رضا شحاته مع الداخليه تعتبر ممكن ينجح؟ كابتن رضا كويس، كابتن رضا برضو خلي بالك كان معجونه كويس جدا. وبرضو من دايما لما مدير فني بيتنقل من نادي لنادي بيبقى عايز يثبت، يبقى عايز يثبت النهارده ويستحق فعلا ان هو يمسك يبقى كوتشنج الفرقه دي او كوتش الفرقه دي. فالداخليه على فكره من الفرق الكويسه جدا، الفرق اللي دايما تحس ان عندها نظام، تحس ان اللعيبه النهارده واقعين تحت نظام، محطوط النظام النهارده بيمشي عليه كويس جدا جدا. كابتن احمد ايوب مع حرس الحدود. الكابتن احمد ايوب اشتغل معايا في الفريق الاول، اشتغل معايا في الفريق الاول وانا شخصيا مبسوط ان الكابتن احمد ايوب مسك الحرس الحدود، لان احمد برده مسك قبل كده وعارف الفرقه دي كويسه وعارف الناس اللي مسؤوله هناك. يعني عارف الناس كويس جدا وبيقدر يتعامل معاهم، وهو شخصيته يقدر يتعامل مع اللعيبه كويس جدا. ثلاثي اهلاوي كابتن ربيع طبعا، كابتن رضا شحاته وكابتن احمد ايوب. احمد ايوب هل من الممكن ان النجاح يحالفهم من وجهه نظرك؟ ان شاء الله اتمنى ذلك. اتمنى ذلك. لا، في ظل الصفقات اللي بتحصل وفي اسوان وفي حرس الحدود وفي الداخليه. بص، كل ده لا يعنيني فعلا، يعنيني زي ما قلت لك النهارده. انت النهارده بتحاول يبقى في اقناع اللعيبه للمدير الفني. اوكي، يعني اللعيبه دي النهارده بتبقى مقتنعه بفتح مبروك. اوكي، هتنفذ له اللي عايزه. اوكي، مش فارقه. قناعه بالمدير الفني. أوكي. قناعه بالمدير الفني، قناعه المدير الفني دي مهمه جدا. وبعد كده بقى المدير الفني النهارده لما بيلاقي قناعه من اللعيبه ويلاقي اللعيبه النهارده خلاص بتستجيب، النهارده بيقدر يدعم الفرقه. بيقدر النهارده يجيب لهم النهارده يعمل لائحه كويسه، عامل النهارده مكافئات كويسه. صح. لا بتبقى الامور كويسه جدا جدا، والعامل النفسي مع اللعيبه بيؤدي الى نتائج ايجابيه. نتائج ايجابيه كويسه يعني. وايضا تجربه جديده الكابتن احمد كشري مع امبي. رايك؟ هو امبي طبعا الفتره اللي فاتت كان فيها هزه جامده قوي 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 يعني. فالكابتن كشري برده من الناس الكويسين، اشتغل برده يمكن في الانتاج فتره كبيره كويسه. اشتغل في الانتاج وعنده خبره، يعني المهم يبقى عنده الخبره. والمهم زي ما قلت لك الخبره النهارده بتؤدي نتائج ايجابيه، لان اي نتائج النهارده سلبيه بتؤثر على المدير الفني وبتؤثر على الفرقه، بتحصل هزه في الفرقه. يعني هي كلها طبعا اسماء. انا كابتن بعيدا عن الكابتن ربيع طبعا نجم كبير ومدير فني كبير وقدير وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على حتى سنا ايوب ورضا وكشري، الثلاثه في سن قريب يمكن اكبرهم. فنتمنى لهم، انا شخصيا ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، مع علي ماهر، مع احمد سامي، مع المجموعه اللي موجوده، كابتن عبد الحميد بسيوني في لما كان ماسك سموحه ودلوقتي مش موجوده، كان انا بتكلم على كل المديرين الفنيين اللي هو في سن الشباب كلهم تلمذوا على ايدك يا كابتن برضه. والله الحمد لله. بص، دائما المدير الفني زي ما قلت لك شخصيته بتفرض بتفرض النهارده سياستك، انت عايز ايه من الفرقه دي. وزي ما قلت لك التعامل النفسي مع اللعيبه بيؤدي ان انت النهارده بيبقى فيه استقرار، بيؤدي ان اللعيبه النهارده بتلعب بروح النهارده لو في عندها قناعه للمدير الفني واسلوبه وتكتيكه بيبقى عندها قناعه. قناعه اللاعب المدير الفني هي الاهم في اي شيء. دي وجهه نظر الكابتن فتحي مبروك، ولكن خلينا هنكمل كلامنا، نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني ورؤيه كابتن فتحي مبروك لفيتوريا، وكيف يرى فيتوريا في من خلال مباراتين او اول مباراتين للديتين، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، منتخب مصر ومرحله جديده بعد انتهاء مرحله كارلوس كيروش واختيار روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، كيف ترى هذه المرحله؟ هي طبعا المرحله دي يمكن من احسن الناس اللي استفادت في هذه الفتره مستر فيتوريا. فعلا ليه؟ طبعا قبل الدوري، قبل الدوري هو جه قبل الماتشات الوديه بقد ايه؟ على الاقل بثلاث شهور. لا بشهر، شهر، شهر ونص، شهر شهرين ونص. يعني قصدي كان عنده متسع كويس جدا، بدليل ان هو تم اختيار اللعيبه، بدليل انه عمل معسكر طبعا، ومعسكر برضو بتفرق قوي، لان منتخب مصر الاول ما عملش معسكرات بقاله فتره طويله. فطبعا هو عمل ماتشين برضو زي اي مدير فني، زي مدير فني النهارده بازل يستطلع، النهارده بيجيب النهارده ماتشات وديه، النهارده ماتشات مستوى رابع، يعني النيجر ليبيريا مستوى رابع. مظبوط. فده يعني اي مدير فني بيمشي بالتدرج، لازم طبعا لازم يمشي بالتدرج النهارده في التعامل مع الفرق. فالنهارده هو عمل ماتش النيجر ليبيريا وكسب الاثنين. المكسب، المكسب في حد ذاته يمكن اهم من الاداء. برضه بنتكلم فعلا؟ في واقعيه طبعا، حتى في البطل الوديه طبعا. ليه النهارده لو انا اتغلبت ماتش ودي هتهاجم ولا مش هتهاجم؟ كده كده في اول تجربه هتهاجم ولا مش هتهاجم؟ هتهاجم، هتهاجم بالاعلام وهتهاجم بالجماهير، والناس مش هتبقى مقتنعه بيه والاعلام مش هيبقى مقتنع. ولكن اذا كان زي ما قلت لك النهارده عمل ماتشين مع النيجر ومع ليبيريا وبيكسب النهارده، كل دي النهارده نتائج هي اللي بتؤثر على الحته دي. فمسيره النهارده فيتوريا مسيره كويسه، اختيار اولا مستوى رابع زي ما قلت لك، في نفس الوقت مكسب كويس جدا. أوكي. في نفس الوقت برضو العناصر، وبالنهارده يمكن حتى في الماتشين كان بيثبت التشكيل. وان كان هناك برضو بعض التغييرات في بعض اللاعبين، وهو ميال لاسلوب على فكره، مسلوب او تكتيك 4-3-3. يعني بيستثمر حد من الناس اللي موجوده، زي مثلا احمد سيد زيزو. اوكي. لعب وسط ملعب ثالث مع طارق حامد ومحمود حماده. برضو امام عاشور اما لعب الماتش الثاني استثمره برضو ان يلعب في وسط الملعب. فهو واضح ان هو بيميل دائما لتدعيم وسط الملعب ويشتغل بيه 4-3-3، بيلعب 3-3 في الهجوم، 2 على الاطراف، 1 راس حربه يعني. طيب تفتكر ان فيتوريا مش مركز مع الاعلام وماشي بدماغه، ولا شايف ازاي؟ هو ده عشان ماتشات وديه. يعني عشان ماتشات وديه، وزي ما قلت لك خلي بالك كل حاجه بتوصل للمدير الفني الاجنبي يا كابتن طبعًا اسلام. طبعا يعني النهارده بيبقى معاه، النهارده حد النهارده بيترجم له، حد النهارده بيقول له ده الاعلام بيقول كذا، الجماهير مش عاجبها كذا، كل دي بتوصل معلومات. وانت فاكر المدير الفني النهارده بس قاعد كده وخلاص؟ لا. كل كبيره وصغيره بتوصل له، كل كبيره وصغيره بتوصل. طب اختياراته الفنيه شفتها ازاي في مباراه النيجر وليبيريا؟ والله بس هو الاختيارات زي ما قلت لك يمكن فش يعني ما تقدرش تقول فيها مفاجآت، ولكن يمكن وسط الملعب محمود حماده من اللعيبه برده كويسه، وانه استثمره النهارده. ونفسه كمان اتكلم عن محمود حماده، تحديدا قال لك يعني عنده 28 سنه وعمره ما راح منتخب مصر، بقاله 8 سنين فين؟ ما هو النهارده، ما عشان كده بقول لك النهارده رؤيه مدير فني في اختيار لعيب او 2 لعيبه او 3 لعيبه برده من الحاجات الايجابيه. كويس. يعني مستر كروش لما كان ماسك ما عملش نتائج، ووصل يمكن نهائي افريقيا واتغلب من السنه فجاه، ولكن الناس مسكت ايه؟ قالت لك لا ده خد صفقه، خد ناس جديده، محمد عبد المنعم ومحمد حمدي ومش عارف، خد ناس جديده وعمر كمال. وعمر كمال. فكل دي الامور دي النهارده هو درس كويس جدا مع طبعا الكابتن حازم امام وكابتن محمد بركات. قطعا ليهم دور كبير جدا في الاختيارات دي على فكره، لان 70% زي ما قلت لك 80% من الاختيارات دي ده كان تشكيل موجود لمنتخب مصر. يعني ما زودش حد، ويمكن محمود حماده هو نفسه اتكلم عن محمود حماده. ما انا بقول لك يمكن الحته دي برضه هو خلاص بقى من متابعه المباريات بيبان ان اللعيب ده كويس بيجيبه خلاص. هل هو قادر يا كابتن على ان هو طموح، يقدر يحقق طموح الجمهور المصري في كاس افريقيا وفي كاس العالم وصول بس الكرة؟ لازم اتحاد الكره يساعده. دي اول حاجه. هو عايز مساعده اكتر من كده؟ ايه لازم لا ما انت برضو خلي بالك في مدير فني النهارده عايز قبل مباراه رسميه عايز اسبوع معسكر. اوكي. انت النهارده لازم تعمل بلاننج النهارده في الدوري النهارده ان في فتره توقف كذا وكذا وكذا وكذا. اوكي. عشان تقدر النهارده تدي صلاحيه للمدير الفني يشتغل. المدير الفني يجمع لعيبه، المدير الفني النهارده عايز يشرح اسلوبه وتكتيكه، عايز النهارده اللعيبه تعيش مع بعض. ما يجيش النهارده قبل الماتش بيوم تقول لي هنبات النهارده وبعد كده ماتش. يلعب الماتش. ويلعب الماتش، لا. فالنهارده الجوانب الايجابيه دي اتحاد الكوره لازم يساعد. لان اتحاد الكوره برده بيدي رونق جميل النهارده ان المدير الفني يشتغل بارتياحيه.
هل حضرتك مع تعيين مدرب مصري مع هو كان رافض تعيين مدرب مصري وبعد كده رجع وقال اوكي مفيش مشكله بس مش هيقعد في يتعلم بس؟ يعني انا مش فاهمه يعني ايه يتعلم. هو قال كده ما اعرفش يعني ايه يتعلم. اتعلم منه يعني. ما انت النهارده مدرب، النهارده اتحاد الكره عيل له مدرب، المدرب ده ليه دور، المدرب ده النهارده هو قال ان هو ما يبقاش ليه دور، هو هيجي يقعد يقف. والله هو قال مش انا، لا هو انا مع لا لا مع احترامي لا مع احترامي لاتحاد الكوره لا يعني ايه اللي ملوش دور يعني؟ طب حطني ليه يعني النهارده يتعلم. كابتن اسلام انا هرجع بالتاريخ فضل. انا كنت مسؤول عن منتخب مصر في فتره من الفترات اوكي، وجي تهيألي تارديلي يمكن تارديلي الايطالي في 2002 الايطالي، وكنت انا مسؤول عن الفتره دي ومسكت منتخب مصر قعدت شهر بيه والكلام من جه تارديلي قال لك انا معايا مساعد والراجل بتاعك المصري الكابتن فتحي مبروك ده راجل تالت. فكابتن عصام ربنا يديله الصحه قلت له يا كابتن عصام قلت له انا اسف مش هقدر اشتغل لان انا برضو ليا شخصيتي واشتغلت مدير فني واشتغلت عندي خبرتي مش هشتغل انا امسك صفاره عشان احكم عشان اشتغل في تقسيمه اقعد لا يبقى اسم موجود في منتخب مصر واسم اسف معلش واعتذرت واعتذرت اوكي. فالنهارده لازم اتحاد الكوره لا النهارده يا حبيبي النهارده في دور المدير ده او المدرب ده ليه دور ايجابي كذا وكذا 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 اوكي، ولازم فيتوريا عنده قناعه قناعه بالراجل ده أوكي. لان الراجل ده هيساعده في حاجات كتير جدا هيساعده النهارده في اختيارات، هيساعده النهارده في التعامل مع اللعيبه، لا بيقول لك انا بعتمد على نفسي وبيروح هيساعده النهارده في نقل اللغه مهمه جدا ان انا النهارده مترجم. النهارده بتكلم عربي واللعيب النهارده بوجهه بيفهمني بسرعه صحيح، غير النهارده اجيب واحد مترجم وبعدين المترجم ممكن ما يكونش عنده المقدره على المصطلحات الكرويه او مقدره الشرح اللي يقدر يشرح لها اللعيبه صحيح. فالنهارده لما يكون عندك مدرب مصري النهارده شخصيته كويسه وبيشتغل كويس وممكن تديله دور، يعني ممكن تديله دور مهم جدا في الملعب أوكي. ممكن تشتغل على الوحده التدريبيه النهارده مثلا في فراوده في النهارده وسط ملعب في دفاع تشتغل النهارده. فلازم النهارده المدير المدرب بيستفاد ولكن لازم يبقى دور ايجابي لكن حضرتك مش انا مش متفرج دي لا انا ما اعرفش هو ما قالش متفرج، هو قال لك انا مش عايز مدرب ولو مدرب جه ما بيقعدش في الدكه بيقعد فوق حتى في الماتشات حبيبي. انا مش انا هو انا برضو يا كابتن اسلام انا النهارده مين اللي النهارده صاحب القرار؟ اتحاد الكره ولا المدير الفني؟ المدير الفني صاحب القرار؟ لا طبعا هو اللي قال كده. مين النهارده بيجيب المدير الفني؟ لا انا عندي النهارده ده هيتحط معاك المفروض حقيقي يعني مجلس الاداره مجلس اداره يبقى النهارده في اجبار على مدير فني؟ لا في مدير مصري موجود اوكي ما كل الاجهزه الفنيه في الدنيا كل الاجهزه الفنيه في الدنيا بيشتغل مع مدرب مصري مين النهارده في المديرين الفنيين الاجانب اللي اشتغلوا في مصر كلها ما كانش معاهم مدرب مصري؟ ربنا يكرم ان شاء الله. هات لي واحد اذكر لي انت واحد. لا انا عارف على فكره اصل انا مع الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني انا مع كل الكلام اللي حضرتك يعني ايه ملوش دور المدرب المصري يجب ان يكون له دور غريب ان ملوش يعني دور مهم وكبير يعني ايه ملوش دور اقعد على الدكه اتفرج؟ طب افرض انا شايف حاجه سلبيه في ماتش مش هتقعد على الدكه افرض حاجه سلبيه في ماتش النهارده اقعد لا هتقعد فوق ما انت قاعد في المدرجات مش هتعرف توصل يبقى محلل الاداء بقى هو ده الكلام اللي لا لا الكلام مش منطقي. وانا لو انا النهارده مدرب واتحاد الكوره بيحطني وبيديني الاختصاص انت مالكش دور شكرا اوكي شكرا على حتى لو صغير في السن لا بس ممكن يبقى معاه ايه فايدته ان هو بيتعلم هو كان بيتعلم وهو ممكن يكون يعني واجهه لمصر خلال فتره لمصر كلها هترجع لشخصيه المدرب. في شخصيه مدرب النهارده هيقبل وفي شخصيه مدرب ما يقبلش في شخصيه مدرب اللي يقبل او ما يقبلش ما يقبلش اوكي حضرتك لا انا لا لا بس طبعا بعد العمر ده ما ينفعش مش قصدي لكن قصدي لما يعني لو صغير حضرتك في السن انت صغير طبعا في السن ما انت لازم برضه يا كابتن اسلام لازم النهارده يعني انت النهارده بتهز ثقه المدرب المصري تهزه النهارده يعني انت النهارده حطه ايه حطه مجامله ما نشوفها بقى يعني حضرتك حطه ليه ايه السبب النهارده في حط السين من الناس النهارده مدرب النهارده يبقى ليه كياني ليه شخصيتي ليه ادائي ليه شغلي ما يبقاش النهارده مجرد ان انا النهارده اتحط ده ممكن في الماتشات يقول لك لو اني اخليه اقعد في المدرج ما يقعدش معايا وده منطق ما هو ده الحقيقي على فكره. طب انا هسالك سؤال يبقى ده منطق انت النهارده بتعتبر تبع جهاز فني ولا مش تبع جهاز فني؟ الجهاز الفني النهارده ليه حق النهارده يقعد على الدكه في المباريات ولا ما عندوش؟ المفروض طيب النهارده الراجل بيقول لك لا والنبي انا مش عايز ده يطلع يقعد فوق طب انت كشخصيه مدرب بتقبلها؟ ما اعرفش
عموما هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. يا رب نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه. مشكورك جدا يا كابتن فتحي. انا كابتن سعيد جدا دايما بنتشرف بوجودك في بيتك ودايما كده برنامجك الجميل بيت الكبير ودايما الاهلي كبير كده بيت الكبير ان شاء الله كبير بيكوا باسطرنا وبرموزنا. ربنا يخليك وانا سعيد جدا كابتن. ربنا يخليك ومجموعه العمل الجميله اللي معاك والتقارير الحلوه واراء الناس الجميله اللي انا شفتها. شرف لينا كابتن تكون معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن فتحي مبروك. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.